لقيت حبيبي بيشاور لي وبده يوقف وجاي. اعمل ايه انا فيك دلوق؟ ده ما صدق ان باب العشة اتفتح وكانه عاوز يهرب. هتهرب مني فين؟ وانا حد برضك يقدر يهرب مني؟ اصل ما عندهوش نظر وكمان عقله صغير. اصلا عامل عشة ورا لياني خصوصي مربيه فيها طيور وارانب، مع ان الباشا منع ان اي حد يربي حاجه في الجنينه، لكن سمح لنا بس بيها. ربيتها ولما كبرت بقت عشره بينا، ما عرفاش اعمل ايه. لا هاين علي اذبحها ولا هاين علي ابيعها. يا بختها. هي مية الطيور دي؟ كنت عاوز امي. ها؟ هي امك هنا؟ اه جو، استنى ندهالك، بس الاول اودي العكروت ده العشه واحبسه فيها. لا استني، هو بيضايق من الحبسه؟ اه لازما طبعا، امال كان عاوز يهرب ليه؟ طب ما بلاش تضايقيه. لا عشان يحرم يعمل كده تاني. ما هو عرف غلطه خلاص. ايش عرفك؟ ما هو مستكينة. ها حتى بص في عينيه كده. لا هو انا اضمن منين؟ انا ضمن. وانت تضمنه ليه؟ عشان حبيته. وانت تعرفه قبل كده عشان تحبه؟ زي ما اكون بعرفه طول عمري. ازيك يا مديح يا ولدي؟ الله يسلمك يا خاله سكينه. انت هنا بتعملي ايه؟ ابدا، ده اديك هرب من العشه وانا كنت بدور عليه. طب امشي يلا وديه، الا الباشا لو عرف انه جاهي الناحيه دي انت عارفه يعمل ايه. طب ما انا كنت رايحه اوديه من نفسي. بعد ما توديه خش جوه. حاضر. لا مؤاخذه يا خاله سكينه. مؤاخذتك معاك يا ولدي. انا اصلي عرفت ان سعاده الباشا جه هنا البلد، فقلت يعني اجي اطمن على موضوعنا اللي اتكلمنا فيه. هو جه بس انا لسه ما كلمتوش. ليه طيب؟ كل شيء باوان يا ولدي. معاك حق يا خاله، بس انا اصلي عارف انه ما بيطولش هنا في البلد وما بيطولش في مصر كمان، وان ما تمش الكلام المره دي يتم المره الجايه. الدنيا ما طرتش. اقعد اشرب شاي. لا كتر خيرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا اتأكدتوا من شخصية الجدع ده؟ ايوه يا فندم، ده اسعد ابن الحاج ربيع كبير الحمايدة اللي كان معانا في قعدة الصلح ده. هو تمام. يبقى واضح ان هو الجاني. اكيد يا فندم، بس في الاغلب ما كانش لوحده. ليه؟ اولا لان كمين بالشكل ده في الغالب بيبقى وراه اكتر من فرد، غير انه من شكل فوارغ الطلقات واثارها في العربية والجثث بتدل على انها من عيارات مختلفة. فعلا. بس مفيش اثار تانيه للي كانوا معاه؟ لا يا فندم، الظاهر ان اول ما اتصاب وتاكدوا من موته هربوا في الزراعه. بس شايف سيادتك السلاح اللي كان مع الولد ده؟ ماله؟ ده سلاح حديث جدا.
وفتاكة جدا يا فندم. فعلا غريبة قوي، الله يلعنهم. سيب كل حاجة في مكانها يا مصطفى، وعين عليها حراسة لحد ما النيابة تيجي والطبيب الشرعي يشوف شغل. حاضر يا فندم. حادث بشع، الله يرحمك يا غنيم بيه، كان رجل فاضل. أنا في الحقيقة ما بقتش فاهم الناس هنا، يا ترى كانوا بيتظاهروا بقبول الصلح ولا كانوا جادين فيه والولد ده اتمرد عليهم؟ محدش يعرف يا سيادة المحافظ، ولا حد يقدر يدخل دايرة أسرارهم، لكن من المؤكد إن مسلسل الدم حسب تعبير غنيم بيه الله يرحمه مش هينتهي وهيستمر سنين طويلة. النيابة وصلت يا فندم. النيابة وصلت. هتقعدي ملوية كده النهار بطوله إن شاء الله ولا إيه؟ أيوة، ومحدش ليه صالح بي. وعشان إيه ده كله؟ عشان انت فاكراني لسه عيله صغيره وبتهزجيني قدام الغريب والقريب. يا بنت عشان ما قلت لك دخل الديك وخشي جوه. شوفي قلتيها كيف. اذا كنت انا وعيالك واقفه تضحكي وتتصغرني مع مديح، عاوز انا طبطب عليك اياك. انا لا كنت بضحك ولا بتصغر. انا شايفاكي بنفسي. احنا كنا بنتكلم. تتكلموا فيه؟ ابدا، هو مسك الديك قمت انا قلت له كتر خيرك وكلمتين مجامله كده. وكلمتين وتلاتة ليه من أساسه؟ تعرفيه منين عشان تتكلمي معاه؟ كيف ده؟ أنا معرفهوش؟ مش هو مديح ودخلتي نبوية؟ وكانوا عنديك بيزوروكي من كم يوم؟ طب إيه قولك؟ عشان كده بالخصوص؟ أنا مش عاوزاكي توقفي معاه ولا تاخدي وتدي في الكلام. عشان كده ليه؟ على بلاطك دي؟ كانوا جايين عشان يتكلموا عليكي. إيه؟ سمعت يا بنت؟ يلا قومي هزي طولك، ما عملناش حاجة في السراي وبقينا الظهر خلاص، والباشا والهوانم لازم يتغدوا. يا بنت سمعتي؟ أيوة، بس أنا برضك لسه ما صلحتكيش. إن شاء الله عنك ما صلحتيني. صح، كبرتي وما كبرلك عقل. اتقتل؟ غنيم بيه اتقتل؟ الله يرحمه. اترصدوا له وهو طالع من هنا رايح الصلح، وقتلوه هو وغفيره والثواب ده. دول مجرمين، دول مجرمين ما يعرفوش ربنا. عمره قدر. لا يا بابا، لا لا، بلاش ندور على شماعة نعلق عليها غلطنا. ده إجرام، إجرام من كل اللي عملها وكل اللي تسبب فيها، وضعف من كل واحد مش راجع عن عادة الطار المشؤومة دي، وساكتين واخدين موقف سلبي منها. الناس الجهلة دول، الجهلة المجرمين دول ما يعرفوش مين هو غنيم بيه، ما يعرفوش إيه قيمته الأدبية والفكرية ببلدنا. صحيح صحيح، راح أي إنسان غالية، تساويهاش خسارة مية ولا حتى ألف من اللي قتلوه. مش قادرة أنسى صورته يا بابا، صورته وهو لآخر مرة بيفكر إزاي يصون دم اللي قتلوه، حتى لو بإهانة نفسه، في الوقت اللي هما بيفكروا إزاي يهدروا دمه، إزاي يغدروا بيه. مش ممكن، مش ممكن يكون في بشر بالشكل ده، دول وحوش. احنا حتى نظلم الوحوش لما نشبههم بيهم. مش كده يا بنتي، واحد اللهم لا اله الا الله. بس برضه يا بابا، برضه هرجع واقول كلنا مسؤولين عن دمه، كلنا يا بابا، كلنا. كلنا مين يا حد؟ كل اللي ليهم كلمه في البلد دي واقفين يتفرجوا على الجهل وهو بيتحكم فيها، وكل المجرمين، المجرمين اللي بيدوهم السلاح ومحدش قادر يوصل لهم، واولهم حضرتك. انا؟ ايوه يا بابا، انا متاكده، انا متاكده ان لو حضرتك حبيت تعرف هم مين هتقدر، لان انت عارف الناس هنا. حتى انا،
مش قادره اعفي نفسي من مسؤوليتي. انا اللي حرضته انه ما يروحش الصلح. كلنا يا بابا قتلنا غنين بيه، كلنا كلنا. كفايه يا بنتي كفايه. يا سعادتي البيه، انا ما عنديش علم باللي حصل ده. انا مش كنت معاكم في القعده بتاعت النهارده؟ وكنا قابلين الصلح ده ومستنظرين كلنا المستشار سوا. اها، قول لي سعاده البيه عاد. خليك معايا انا وجاوب على سؤالي يا حاج. اجاوب اقول ايه بس يا بيه؟ ده انا واجهت فيه اللي حصل ده تقيله قوي، وانا اول واحد مضرور منه. هو اللي راح ده مش ولدي ولا ايه؟ هل لديك اقوال اخرى؟ لا سعاده البيه. بتمضي ولا بتمشي يا حاج؟ بمضي يا بيه. طب تعالى امضي. ساعدتك في حاجة تانية يا بيه؟ لا اتفضل يا حاج. طب مش هتسلمه عنا وتصرف سعادتك للدفن؟ ده إكرام الميت دفنه. حاضر يا حاج، لما بس يخلص الطبيب الشرعي. بالإذن يا باشا. طب مش يستنى لما سعادتك تسمع بيت الشهود؟ لا مش مشكلة، هو بالذات خليه يتفضل. اتفضل يا حاج. صعب بالنسبة لي يا حاج، ما أنا مش أي حاجة. صعب فعلا. نادي على الشاهد اللي بعده. عارف مسؤول الحمادي؟ أيوه. ما توحد الله يا خال. لا إله إلا الله. شد حيلك يا حاج. من غير كلمة عزم. الله لا اتأخر عن سعادتك واصل. دندراوي يقول لي ان سعادتك عاوزني، انا اقول حاضر واجي طوالي في الميعاد، مع انه والله البلد كلها ملغمه من ساعه حادثه المستشار دي، وعساكر الامن المركزي مبدورين فيها وبراها زي الغله، والمباحث بتتنشق على اي حد تعكشه. سعادتك خابر عاد ان انا اول واحد مستنين لي على غلطه. طب ما دام انت عارف كده، ما كانش حقك تغامر وتاجي؟ وابقى رجلك كيف يعني؟ وبعدين ما دام سعادتك هنا يبقى خلاص ما احملش هم في وسط واصل ولا ايه؟ طب سعادتك كنت عاوزني في حاجه؟ امرني. اصل دندراوي قال لي انه زعلك في الكلام، فشيعت لك عشان احج ليك. ربنا يسترها مع سعادتك، بس انا ما زعلش مني واصل مهما يقول لي، عشان انا خبره ما يحسنش. واه. هم يضحك وهم يبكي. ولزوم ايه الهم بس دلوك يا باشا؟ يمكن
يمكن عشان المستشار اللي من ميت ابو منصور اللي اتكتل ده لازم كان صاحب سعادتك. ده بيقولوا كان راجل طيب قوي والحكومة في مصر زعلت عليه على الاخر اللي اتكتل. بس سعادتك ما تعكرش دمك، هو الكاتل جديد علينا ما احنا واخدين عليه. وكويس برضك ان سعادتك بتشرب الهني ده، بيقولوا بيروق الدم. هو مش بيروق الدم برضك؟ ما خلاص ما تخوتش سعادته بحديثك الماسخ ده. بعاد سيبه يا دندراوي وبجديله جزازتين منيه ياخدهم وهو ماشي. هو ولزمه ايه بس سعادتك؟ ما انا ما واخدش عليها الاصناف الزينه دي. طب نظف جوفك بيه. ما لا يقلب معاي سعادتك. لا ما تخافش. واسمع، مش عايزك تروح الليله والبلد كده. زي ما قلت لك قبل سابق، احنا مش ناقصين. تندراوي وضب له بياتة عنديك ويبقى روح الصبح في نهار ربنا. كمان اسمع كلام الباشا وروح اعمل اللي قال لك عليه، وانا هستنى هذه الفرصه دي واتكلم مع سعادته كلمتين على انفراد. يلا. هتقول لي ايه تاني؟ اتكلم انا سامعك. انا مقدر احزانكم يا حاج عمران، لكن انا بحذرك من اي رد فعل متهور منك او من اي حد في رجالكم. وعلى كل حال انت اللي هتكون مسؤول قدامي شخصيا. مسؤول؟ هتعملوا فيا ايه سعادتك؟ هتسخطوني قرد؟ لا، بس في حاجة اسمها أوامر اعتقال. اعتقال اللي اتجنى عليهم؟ لأي حد يخل بالأمن. واللي حصل ده وكان تحت سماعكم وبصاركم وفي حضوركم هنا ما يخلش بالأمن؟ ما كانش تحت سماعنا ولا بصرنا، كان تآمر وتربص زي ما انتوا كمان بتعملوا. وده دايما يحصل مرة ورا مرة عشان ما حدش فيكم عايز يتعاون ويشهد باللي يعرفه في التحقيق زي ما حصل النهاردة. احنا تعاوننا على يد سعادتك، لكن المصيبة المرة دي أكبر من أي تصرف تقدر عليه الحكومة. يا حاج عمران أنت راجل عاقل. والمصيبة المرة دي أكبر من أي عقل. يعني إيه؟ ما يعنيش يا باشا، ربك يسويها من عنديه. علموم دي آخر مرة بحذرك فيها. وأنا قدام سعادتك أهو، اعمل فيا ما بدالك. مش أنا بس، لا أي حد فينا، إن بعد اللي حصل ده الموت بيجي علينا أهون من أي حاجة تانية. أنا مش هحاسبك على الكلام ده دلوقتي عشان زي ما قلت لك ما أقدر أحزنكم، لكن هكون لنا كلام تاني قريب. بالإذن يا باشا. أنا ما قادرش أقول لسعادتك اتفضل ولا شكر الله سعيك، لأني ما عندناش عزا. شوف عندي ايه وتخلص معاه على قد ما تقدر. بتقول عايز مين؟ حسن. ايوه سعادتك. عايزها كيف يعني؟ كيف ايه؟ زي الناس على سنة الله ورسوله. عشانك انت؟ قصدي البنت الصغير عليك. وانا برضك اول مرة اخش فيها دنيا ولا فكرتش فيها قبل اشوفك. شفتها فين؟ شفتها مرة هنا ومرة في السوق. ها قلت ايه سعادتك؟
قلت لا إله إلا الله يا شنديد. محمد رسول الله. بس برضك قلت إيه سعادتك؟ يعني عايزني لما تقول لي حاجة زي دي أقول لك شيلة على بركة الله؟ لا ما قصديش يا باشا. أمال قصدك إيه؟ أسمع كلمة القبول بس، لكن الترتيب يبقى على مهله زي ما سيادتك تشوف. بس برضك ما نطولش. ولا كلمة القبول تتقال على طول كده. واه كأنه سعادتك مالكش غرض. ها؟ أنا قلت كده برضو. أمال بتعزها عليا ليه؟ قصدي كلمة القبول دي لأنك ما تعرفش مين حسن دي ولا مين أمه. لا عارف. تعرف إنهم شغالين هنا. تعرف أكتر من كده؟ هو فيها أكتر من كده؟ سكينة دي هي اللي ربت بناتي وخدتهم في حضنها لما أمهم الله يرحمها ما مات، وعوضتهم عن حنانها وبيجوا عنديها أغلى من عينيها، وهي عنديهم أغلى شيء في الدنيا. وأبو حسن ده الله يرحمه كان غفيري واعتمد عليه صح، كان يفديني بروحه لو طلبتها منه. قبل ما يموت وصاني عليها، علشان كده حسن دي في غلاوة بنتنا الصغيرة، واللي تطلبه يتنفس. وعاك تفتكر انهم شغالين عندنا وبس، لا دول حتة مننا. وانا كمان راجلك يا باشا زي ما سعادتك قلت لي بنفسك ديك النهار. يمكن سعادتك معرفتش خدمة ليك هتبقى كيف، لكن هتعرفها لما تلقاني ساعة الجد. بعمل لهيسون هيبة سعادتك ويحفظ لك مقامك. يعني انت حاطط دي قصاد دي؟ مقدرش انطقها واقولك دي. طيب يا شنديد. طيب ايه سعادتك؟ طيب لو قلت لك اصرف نظر عنيها وشاورلي على اي بنت ان شاء الله تكون خواجاية حتى، وانا اتجوزك واتكفل عنك بكل شيء، تقول لي ايه؟ اقول ده مش من مقامك يا باشا. مش من مقامي ليه؟ لان ده يقدر يعمله لي اي حد محتاج لي، زي الحاج مهران اللي بينافس سعادتك في كل انتخاب. انما اللي ما يقدرش عليه اي حد هو انه يديني حسن. غلطان انا في الحديد ده؟ لا يا شنديد. يبقى ايه يا باشا؟ ربنا يعمل الصالح. جبت الحاجة؟ اهي هاتها. اتقدم انت، رتب لي النومة اللي امرك بها الباشا. اتقدم بالاذن يا باشا. يا ليل يا ليل يا مطال الليل، عالبحر عالبحر شاورني بمنديله يا ليل. يا ليل يا ليل يا مطال الليل. يا ليل يا ما يا جليل تلعب راح اجيله يا ليل. يا ليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليكي وعلى حواليكي. اللي جابك هنا استعادي زي ما انت واعي. واقف محتار، معرفش ان كان القمر فوق في السماء ولا هنا قدام عيني على الارض. واه انت حتشعر. انا بسألك اللي جابك هنا دلوقت، وكيف خشيت الجنينة من اصله؟ الباشا بذات نفسه هو اللي طلبني وخشيت هنيه بأمره، وكمان هداني بهدية اهي. مش كده وبس، لا ده حلف عليا لبيت هنيه. ما مصدقنيش؟ حتى روح اسأل الدندراوي، لو بصيتي عليه دلوقت هتلقيه بيرتب لي نومتي. استني بس استني. ايه هستنى ايه؟
انتي بتبيتي هنا؟ وانت مالك؟ انتي دايما كده؟ دايما كده ايه؟ نفرية زي الغزال الشارد. اسمع، اذا ما تلميتش في الكلام يا جدع انت، انا هدخل جوه في السرايا للباشا وحقوله، وساعتها حتبقى وجعتك مربربة. هتقولي له ايه وانا غلطت في الكلام لا سمح الله؟ اكده؟ طيب انا هدخل اقول للباشا دلوق حالا، وهو يشوف ان كان كلامك ليا ده غلط ولا مش غلط. قولي له، وكمان اسأليه على اللي انا قلته لسعادته عنك. عني انا؟ ايوه، واللي خلقك وصورك كده في احسنها صورة. قلت له ايه؟ ما هو يقولك عادي، انت مش راح تسأليه. عارف انت خسارة الحديث معاك قبر. والله ما غلطت يا شنديد، والله ما غلطت يا واد غزال شارد، والله صح. بيجي هيجي يوم افتح فيه عيني الصبح هلقاها جاري في الفرشة داي. ربنا يستر على الواحد في عقله يا ولاد. شنديد، انت واقف تحدد نفسك؟ يا خلاص. ها، تبصص لك دي ليه؟ اصل بصحبتك دي يبقى صح، اتبدلت غزلانها بقرود. ايه يعني كنت تعرفه اسعد الحمايدي ده؟ عز المعرفة يا اخي. كان صاحبك يعني؟ حاجة زي كده. عشان كده انت زعلان عليه؟ وهو ما يزعلش عليه ليه؟ ده كان شاب زي الورد الله يرحمه. وبالك لسه من يوم واحد بس، وزي دلوة كمان كان قاعد معايا هنا. واه اي والله زيك كده. واه يا ولاد، ما تبشرش في وشك ده عاد. هو كان جاي هنا يعمل ايه؟ اهو عاد. كان جاي زيارة؟ حاجة زي كده. طب ما دام مع وش تقول يبقى قفل عليها سيرة صاحبك اللي تخرج من الدنيا دي، عشان انا دوب هخشها وما يبقاش في العفش زي وشك جاك دم لما يصبغك صبغ. ايه هي اللي هتخشها؟ الدنيا. كيف عاد؟ هتتجوز؟ حاجة زي كده. ايه؟ فيه ايه؟ بس تعجب عليك يا اخي. ليه؟ اصلك بتشرب الهيني ده زي ما تكون بتشرب مية. طب ما هو مي، امال هو ايه؟ ايه؟ في عرفنا بنسموه كده. ده حتى لو كان كده حقك تخف. حقك انت اللي تخف. خش انعس يا دندراوي، خش انعس. انت بتقول فيها تصبح بالخير وانت من هناك. مي الليل غير لماضي. ما قلتليش يعني ان انت جاي النهارده؟ ما كنتش. وبعدين ما قلنا من غير لماضي بقى. اهلا اهلا عادل فيه. قلنا انت احلى مت في العالم. حرمتنا يا باشا من وجودك اليومين اللي فاتوا، ان شاء الله تكون مناعك بخير. مشغوليات يا مت. الحمد لله. بعد اذنك. لسه في أول يوم، لقيت امبارح أنا مجانيش نوم،
مرحبا لسه ثويو. ايه شفره برضو؟ احكم انت. مش كنت تعلمني العوم؟ مش كنت تعلمني العوم؟ سكينة. انت اللي جابك هنا؟ الجاش عندكم اي حاجة حرشة؟ حاجة ايه؟ اي حاجة غير بيها طعم خشمي. دندراوي سابنا ونعس. ما عندناش حاجة. وانت كيف دخلت هنا؟ انا قلت للسنيورة انا ابقى ضيف الباشا. قال لك قبل شوي لما قابلته هو طالع من السراي. اصل انا الباشا كان شايع لي، قمت انا جيت تحدثنا يا بعضينا جوه، وفي الاخر هداني بهديه. واقول لك كمان وريتها للسنيور. احنا ملناش صالح بك دي. انا اللي يهمني كيف تتهجم علينا في نصاص الليالي واحنا لحالنا. انا تهجمت عليكم برضك؟ واه كانك كمان سكران. انا حضحك على دندره ويوم. لا يا بنت استني، انا الصبح يبقى لي كلام مع الباشي. وماله؟ بس احنا دلوقتي خلينا في الحاجه الحرشه. بعد غور جاك وجع في بطنك، غور من هنا. لا دي حاجه ما يتسكتش عليها واصل. انا لو ما خايف اطلع برا دلوقتي كنت صحيت الباشا بذات نفسه دلوقتي حالا. ما انا هقول له بس لما النهار يطلع. هتطلعي برا كيف؟ مش يمكن يكون مرزوع؟ يكون دندراوي صحي. بزيادات يا بنتي كفايه بكى، ما تخافيش. انا مش ببكي عشان خايفه. امال عشان ايه؟ عشان قال لي انه تحدث مع الباشا عني. يعني ايه؟ ما اعرفش يما، ما اعرفش. ملحوي زي ما انت شايف. بمناسبة ايه؟ هو السؤال الأحلى. تعبير عن ايه؟ ماشي، تعبير عن ايه؟ عن اعتذار. اعتذار عن ايه؟ اني ما جيتش اليومين اللي فاتوا. هو انت ما جيتش؟ انا اصلي ما خدتش بالي. ست الكل. سيبيها يا سعد. طيب وده محتاج الاعتذار؟ افتكر كده. تفتكر كده ليه؟ عشان الغنو. الغنو دي فكرني. ليلت امبارح ما بس ده عادي، انا برقص عليها كتير. وبعدين بقى خلص 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 مش كفايه بقى. خلص متعيطش. خلص اتفضل. صدقني انا ما اقدرش اقبل هدايا من حد.
هو انا حد؟ امال انت ايه؟ اتنين؟ انا بتكلم جد. جد؟ يعني انت مش هتاخدي؟ لو قلت لك لا هتعمل ايه؟ ولا حاجة، هاخده معايا واخرج. هتتمس؟ بس مش هاجي هنا تاني ابدا. براحتك، انا اصلي بكره الثلاث حاجات في دنيتي: التهديد، اللي يتقمص بسرعه، اللي يبيع بسهوله. هنتعب بعض بيننا بقى. كل واحد يتكلم عن نفسه. هو عامل كده امبارح؟ ايوه يا سعاده الباشي، وانا كنت هموت من الخوف. والبعف ده كان فين؟ انا خشيت نعست وكنت فاكر انه هيحصلني على طول. نعست وكنت فاكر؟ انت غفير انت. وانا كان ظني انه هيعمل كده واد الحرام ده. هو فين دلوقتي؟ كانه روح. انا صحيت من النوم وما لقيتوش على فرشته. وانت من اساسه تبيت عندك ليه؟ وانا مالي؟ انا عبد المأمور. انا اللي قلت له. اصل البلد بره في دوشه، وبالليل اللي يمشي بيتمسك. طب يا ريت يمسكوه ويريحونا. خلاص خلاص، لما هرجع المره الجايه هعرف شغلي معاه. هو سعادتك معاود مصر النهارده؟ ايوه. طب ما هو هيجي تاني. لا، ما دام الباشا مش هنا هو مش هيجي تاني. ايش عرفك يا فالح؟ انا عارف ومنبه عليه. لا، هو ما بيستعناش غير بكلام سعاده الباشي. واه، اروح دلوقتي افرغ فيه طلقتين واخلص. اكتم كدمه. يبقى احسن ويريحنا منين. مالوش لازمه الكلام ده يا حسن. ده قال لي كمان انه اتكلم مع سعادتك عني. هو قال لك كده؟ ايوه، وانا ما صدقتهوش. هو اتكلم صح يا باشا؟ يعني كلام عني فيه؟ كلام عادي ملوش معنى. كلام في ايه يعني؟ أوه، ما خلاص، انا قلت لما ارجع هشوف شغلي معاه، فما تعملوهاش قصه وموال. قدام يا بنت. اسمع يا بغل. نعم يا فندم، جنابك امرني. بعد اللي حصل 100% ولاد ابو منصور هيجولك ويطلبوا سلاح. لازما طبعا. وفي باقي طلبيه الحمايده اللي دفع عليها عربون الواد اللي اتقتل ده. المرحوم اسعد الله يرحمه. ايوه، انا عايزك في الظروف دي تحط عينيك في وسط راسك عشان نتجنب المشاكل. يعني اعمل ايه؟ ابيع ولا لا؟ ما تبيعش الا اذا كنت مالي يدك 100%، وتقدر توصل الأمانة لدول ولدول، وبعيد عن عين البوليس اللي في كل حتة. حاضر سعادتك. وما تخليش الفلوس هنا، توديها البنك في جنة أول بأول. حاضر سعادتك. فهمت اللي قلته لك ولا أعيده تاني؟ لا، فهمته سعادتك. لما نشوف، ربنا يستر. صباح الخير.
صباح النور. ها خلاص جهزت انت واختك؟ ايوه. عظيم، يا دوب ننزل دلوقتي التذاكر في المطار في الأسر. بس خليك فاكر بقى في موضوع احنا لسه ما كملناش مناقشته. انت نزل الشنط ونبه السواق. حاضر سعادتك. اول مره الباشا يبقى معايا كده. ليه هو مش قال لك هيعرف شغله معاه؟ بس كده يعني امال كنت عايزاه يعمل ايه؟ يجيبه ويذبحه قدامنا؟ لا بس كان يعمل حاجه نحس بيها انه زعل زعله كبيره تسوى عمله المخفي دي. يعني هو كان مبسوط؟ ده كان زعلان على الاخر. لا ياما، اللي انا حسيته انه كان بيقفل على الموضوع وخلاص. طب بلاش، كان قال لي اللي جاب سيرتي معاه وكلام ايه ده اللي كان عني. ولزمه ايه يا بيتي ما دام الكلام كان عادي؟ هو مش قال لنا كده؟ ايوه قال. يبقى خلاص. لا ياما، انتي بذات نفسك مش مستريحه على اللي بتقوليه ده وبتطمني نفسك بيه وخلاص. وبعدين مين شنديد ابو الدرديري ده اللي يقعد مع الباشا ويتسهر معاه ويجيب في سيره حد من اهل بيته وهو يسكت له؟ ومش يسكت له بس، لا ويهديه ويبيته عندي كمان. مين هو ده وايش يكون؟ واحنا مالنا يا حسني يا بيتي؟ احنا مالنا ازاي وهو حاططني في دماغه كده؟ حطك في دماغه؟ ايوه ياما، انا حاسه بكده. انا هقول للست الجايه وهي اللي تقدر تعرف ايه الحكايه دي. لا اوعي يا حسني اوعي. ليه يا بنتي؟ ما عايزينش نشبك العالم في بعضيه، خصوصي انه قال لنا ما تعملوليش قصه ولا موال. طب يعني ايه؟ هنسكت؟ ايوه يا بنت الله يرضى عنك. وبعدين يعني الست رجايه معوده مصر النهارده. بينا نسلم عليها هي والست تميمه، وحسك عينك تجيبي سيره حاجه ولا تنطقي بكلمه واحده. يلا. وبيض هناك ونومتي كانت قريبه من نومتها، كيف ما يكون نفسي في نفسها؟ هتنفس بس يا اخي كانش حقي خلعتها هي وامها كده لما دخلت عليهم في نص الليل. وعملت كده ليه؟ ما قدرتش امسك نفسي، استهيألي اما كنتش اشوفها قبل ما انعس اموت. واه لا وايه يا اخي، لما شفته تقول يا رب ده قمر وندلة من السماء على الارض. هنيالك يا عم، هنيالك يا اخوي. لا وايه كمان، خدت وديت معاها في الحديد وعرفتها مقامي عند الرجل الكبير. شفت، وانا لما ما عودتش انت عشيه قلت في عقل بالي ان المباحث خدتك على المعتقل ونخش الموالي الفجري ده من تاني. ده وقت فجر، فلله ولا فالك يا فجري. ما انا ما جاش في بالي اللي هتقوله ده. امال لو سمعت لاكتر من ده هتقول ايه؟ هو في اكتر من كده؟ امال ايه؟ ايه اتكلمت عليها مع الراجل الكبير. واه امال ايه؟ لا ان كان كده اشهد لك عاد، والله بلاوه عليك ان جالك قلب في دي. ربك والحق انا كنت هايب ده في الاول. إيه؟ لكن حسيت انه محتاج لي وما يقدرش يستغنى عني، قلت خلاص خش يا واد في الغريق ما تضيعش وقت. لا وايه، وزودت العيار عليه كمان. زودته كيف؟ قلت له ان اللي عايزه مني ده كلكم وان يديها لي دهكم تاني. قلت له كده؟ امال ايه، هو صح مش بصريح لعبارك ده لكن هو فهمها لحاله. الواحد برضك لازما يضرب ويحلق ولا ايه؟ معاك حق، بس المهم هو قال لك ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه كيف؟ سكت يعني؟ لا اهو تعزز في الاول بكلمتين كده لكن في الاخر قال لي زي ما كل الناس بيقولوا في الحواله زي دي، قال لي ربنا يعمل الصالح. واه ده انت خلصت على كده. مش كده
يا ساتر يا رب. ايه ده؟ بص يا بابا. في ايه يا ولد؟ المستشار بتاع الصلح اياه. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه. معقولة دي؟ ده هي دي المعقولة يا ولدي. يعني حضرتك كنت متوقع ان ده يحصل له؟ لا. بس ما كنتش مستبعده. يعني ايه؟ الحادث ده مدبر لإفشال الصلح؟ أكيد طبعا. والنتيجة ايه؟ نتيجة عبارة النيابة المشهورة، يبقى الحال على ما هو عليه. حال ايه؟ حال مسلسل الدم والقتل وازهاق الأرواح. أنا مش متصور إن ده ممكن يحصل بشكل عفوي كده. يعني يعني أكيد في ناس ليها مصالح بتغذي الاتجاهات المدمرة دي. لازما طبعا، بس الناس دي بتلاقي في التجاليد الموروثة بتاعتنا أرض خصبة بتساعدهم. طب ما هو إذا وصلنا لكده يبقى في أمل للتغيير. دايما الأمل موجود يا ولدي. مع ذلك ما بيتحققش. على أقل لحد الوقت، لكن من عالم بكره يبقى فيه. طب ونمشي النهارده؟ جاهز يا ولدي، عشان الناس اللي انت بتقول عليهم دول ان ليهم مصالح، وجاهز كمان عشان التجاليد الموروثة الغلط بتاعتنا دي اللي عاوزة تنوير، والناس اللي المفروض تنورنا مقصرين في حقنا. هو ده يا ولدي اللي بعدني وخدتك وبعدت عن ناسنا، وهو ده برضه يا ولدي اللي مخليني مش عاوزك ترتبط ببنت السعدي. يا بابا انت بتخلط الاوراق ببعضها، طب ايه دخل ده بده؟ دخله يا ولدي ان احنا نبعد عن مشاكل بلادنا المعقده دي ونغني لها. تاني يا بابا؟ تاني هنتكلم في نفس الموضوع؟ خلاص خلاص خلاص، ربنا يعمل اللي فيه الصالح يا ولدي. ايه ده؟ زي ما انت شايف، جنان عايزك تقرا الحادثه اللي مكتوبه فيه. يبقى انت قريتها فعلا بقى. اقعد يا مر. انا مش جاي اقعد يا نيازي، انا جاي احطك قدام ضميرك وامشي على طول. وانا اللي قتلته؟ مش ضروري اللي يقتل يقتل بايده. انت هتحمليني ذنوب العالم كلها؟ ذنوب العالم كله؟ انت بتغلطني ولا بتغلط نفسك؟ عموما اللي مطمني ان ضميرك لسه عايش وبيحاسبك مهما حاولت تهرب منه. انت ليه متصوره ان انا السبب في اللي حصل ده؟ متصوره؟ امال مين غيرك انت وشريكك؟ عاداتهم وتقاليدهم. عاداتهم وتقاليدهم ما بتقتلهمش، اللي بيقتلهم اسلحتكم يا نيازي. لو ما اشتروش مننا السلاح ممكن يشتروه من اي حد تاني. وانت بقى متخيل ان انت اولى بالشر ده. ليه القسوه في كلامك كده يا مر؟ اللي انت معتبره قسوه ده يا نيازي دفاع عنك قدام نفسك. انا اول ما عرفتك حبيت فيك طيبتك وضميرك، ولما تامر اتولد كنت فاكره انك هتكون له مثل اعلى. كنت؟ ايوه كنت. عموما في ايدك ترجع ده كله، بس مش قبل ما تكفر عن ذنوبك وترجع لي انا وتامر نيازي اللي انا اعرفه. تكلميني كاني مجرم او مافيوز. شايفاني كده يا مروة؟ عايز تعرف رايي فيك؟ اقرا الخبر ده مره واتنين وشوف كام روح ضاعت، ومنهم استاذ قانون. صحيح ما كانش عنده ولاد، بس كان عنده زوجه عايز يعيش معاها في سلام. انا ما اعرفهمش، بس هدور عليها والاقي عنوانها واروح اعزيها في الراجل الوحيد اللي كان ليها في الدنيا عشان اتبرأ من ذنبك. مروة هانم. اهلا شاهين بيه. ازيك يا مروة هانم؟ عيني برد عليكم. المياه رجعت لمجاريها ولا ايه؟ اهو نيازي موجود يقول لك. عن اذنك. ايه مالها؟ دكتور الرؤية. أهلا يا دكتور. رفعت ازيك؟
طبعا ما انا عارفه حضرتك، احنا اتقابلنا قبل كده عند العميد. طب الحمد لله، انا كنت فاكر انك نسيتي. لا انا لسه ما وصلتش للمرحله دي. انا اسف، ما اقصدش، بس هو يعني ال اللبس الاسود قصدك يعني؟ ايوه فندم. الحقيقه فيه شخص عزيز عليا قوي توفى، الله يرحمه. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه، متشكر. طيب من غير ما تعتبريها فضول، اقدر اعرف المرحوم يعني كان مين؟ المستشار غنيم ابو منصور. الله يرحمه، الله يرحمه. فعلا حادث مروع مؤسف، هو خساره كبيره جدا، بس المرحوم كان قريبك اكتر. ازاي يعني؟ كان استاذي. الله يرحمه. انا ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا، ده امر يا فندم، امر. لا العفو يا دكتور، انا بس كنت محتاجه العنوان بتاع سياده المستشار، هو اكيد موجود هنا في الكليه بس مش عارفه اسال مين. دقيقه يا فندم، ثانيه واحده. ليه؟ ما تبصليش كده، كنت بتلعب جوه مع اصحابك مش كده؟ مش عايز اسمع صوتك، بقالي نص ساعة واقفة في الشمس، ونزلت دورت عليك في المدرسة، والمدرسين قعدوا يلفوا عليك، عاجبك كده يعني؟ إيه؟ مش هتتعلم؟ كل يوم بقول لك لازم تبقى راجل، لازم تحمل مسؤولية، في إيه؟ هتعلم إمتى؟ هقعد أعيد كل يوم؟ كل يوم هقول نفس الكلام؟ أنا تعبت، وأنا لوحدي يا تامر، افهم بقى. تامر بيه حبيبي. ست هانم، اهلا وسهلا ست هانم، نورت بيتك. تعالي بقى. ازيك يا مرسي، تعالى يا حبيبي، مش كده؟ الله. جراي يا ست هانم، هو انا هقول لحضرتك اتفضلي بيتك برضه. هو نيازي مش هنا؟ ها؟ لا مش موجود، بس انا هكلمه يجي حالا. لا لا لا، انا يا دوبك جايبه تامر، شوف عمه ماشي على طول. تعالى هنا يا عمو عادل، ما بيحبش حد يصحيه كده. حالا هجيب لحضرتك حاجه ساعه. لا لا يا مرسي، مش عايزه حاجه، تعالى بس. يا مرسي يا تامر. لغايه اخر يوم النهارده يا دوب اللي ردت. يعني ماما هي اللي غلطانه؟ اه. يعني نعاقب ماما ليه؟ ها؟ عايز تزقني على ماما يا واد؟ تزقني على ماما يا واد؟ وحشتني يا واد. توحشت كده ليه؟ ها؟ ما وحشتكش؟ وحشتني. اخد دش ونروح نركب خيل. بس ماما ترضى؟ خليها ترضى.
احنا اقوى من ماما. رد عليا، احنا اقوى ولا ماما؟ ماما اقوى ولا مين اللي اقوى؟ عمو ولا ماما؟ مين؟ ماما فين؟ تحت. تحت عندنا هنا؟ معقوله؟ يعني انا هاجي لوحدي يا عمو. انا هاجي لوحدي يا عمو. جري. طب البس وانزل اغير ونشوف ماما؟ ولا ما اغيرش؟ لا اغير. ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا مروه؟ مرسي افندم عند البيت. تاخد تموره تطلعه اوضته تفرجه على اللعبه الجديده اللي جبتها له. حاضر اتفضل. تامر بينسى الدنيا لما بيشوفك. وايه كمان؟ ما تاخدش في بالك يا عادل. ليه؟ من غير ليه؟ انا مش متدخل. وحتى لو اتدخلت انت مش غريب. طب جاوبيني بقى. ممكن تقول بحاول اغير شويه اوضاعه. نوع من انواع الضغط على نيازي؟ حاجه زي كده. الضغط ده مش زاد شويه؟ الضغط على قد السبب. السبب كبير قوي كده؟ انا لما كنتش عارف نيازي بيحبك قد ايه كنت قلت السبب ستات، بس لا يمكن. هو لا يمكن فعلا. طب يبقى ايه؟ انا وعدت نيازي اني ما اقولش حاجه. انا مش عايز اعرف. انا اسفه يا عادل. مش زعلان بس قلقان. ما تقلقش صدقني ما تقلقش. ممكن سؤال أخير؟ إيه؟ الحكاية دي هيجي عليها يوم قريب وتخلص بقى على خير؟ I hope so. سيبينا من نيازي، خلينا في صاحبي. ها؟ أنا بستسمحك، أخده معايا نركب خيل. لا يوم تاني، كفاية الوقت اللي ضايع عادل والنبي. لا والنبي يا أبلة، ده الواد موسطني يقول عمو عيل ولا حاجة عشان خاطري. عمو عيل؟ أبلة. هو عيل. ساعة واحدة. لا. الهوم ورك. طب نص ساعة. نص ساعة، نص بس عشان ما اطلعش عيل قدام الناس. خلاص خده خده يا عيل. عشان خده. يا تامر. أنا آسف. إيه العنوان؟ شكرا قوي دكتور. يا ترى مكتوب بخط واضح؟ واضح. يعني حضرتك هتعرفي تروحي لوحدك؟ افتكر كده. متاكده؟ انا مش خواجه يا دكتور، انا من هنا من مصر، يعني متربيه طول عمري في مصر. طبعا ما انا عارف، اصل الشوارع اتلخبطت فجاه كده في مصر، وانا عارف ان كنت مسافره فتره طويله يعني. لا مش للدرجه دي يعني. بس هو مش غريبه شويه؟ هي ايه اللي غريب؟ ان يعني اهله ما ينزلوش نعي في الجرايد. هي دي بس الغريبة يا دكتور؟ ايوه بس دي بالذات مهمة قوي، على الأقل زملائه وتلامذته يعرفوا عنوان، وأنت هو مثلا أهو. ما هم عشان كده مخصوص ما نزلوش نعي في الجورنال. ليه بقى؟ التقاليد بتقول في الحالات دي إن مفيش عزا من أصله. ليه مفيش عزا من أصله؟ لحد ما ياخدوا بطارو. طارو؟ شفت بقى بشاعة التقاليد دي وحشيتها؟ فعلا، بس اصل حضرتك يعني من هناك، وبرضو والد حضرتك برضو. وبالرغم من كده انا هروح اعزي، ومش هستسلم للتقاليد دي وانفذها. شكرا. انا مش فاهم كلامك ده، يعني بوضوح هي قالت له ولا ما قالتلوش؟ هي فتحته وفي مناقشه بينهم ولسه ما انتهتش. قولي بصراحه انها فتحته وهو مرضيش. ما حصلش. امال يعني ايه مناقشه وما انتهتش؟ ما انتهتش.
انتهتش يعني ما انتهتش. انت مش مصدقني؟ للاسف لا. يعني انا كدابه؟ لا بس يمكن بتجملي الحقيقه. برضو يعني انا كدابه؟ انا ما قلتش كده. لا معنى كلامك بيقول كده. وعصبيتك دليل على صحه كلامي. طب بس بلاش عياط، احنا في وقت محتاجين فيه للتفكير مش للعياط. انا ما قلتش ان الموضوع انتهى عشان يبقى في الوضع ده. اوكي بس برضو بلاش عياط. ممكن؟ اوكي لما تغير كل استنتاجاتك الغلط. رؤية وعدتني انها تخلص الموضوع ده. ما وعدت قبل كده يا تميم. وهي ما سكتتش، فتحت بابا واتناقشوا، بس جت حاسة المستشار دي وغيرت كل الخطط اللي كانت مفروض تعملها. غيرتها؟ غيرتها ازاي يعني؟ لا مش زي ما انت متصور خالص. مش معنى ان انت من العيلة اللي قتلت ده كان ليه تأثير على بابا وعليها، لا خالص. الحكاية كلها ان المستشار كان عندنا قبل الحادثة بساعات، وده كان ليه تأثير سلبي جدا على رؤية، لأنه أنت عارف إنه أستاذها وكمان عزيزة عليها قوي. آه مفهوم مفهوم. ده بالعكس، هي مقدرة موقف باباك جدا اللي أنت حكيته لها، لأنه رفض كل الأوضاع الغريبة اللي بتحصل هناك، وإنه قدر يبعدك عنها كمان. على فكرة ده رأيها الشخصي، وده اللي مخليها مقتنعة بيك جدا. رؤية عمر عقلها كبير قوي. أكيد طبعا. عشان كده أنا متفائلة إن رؤية هتقدر تكمل مهمتها معانا وتقنع بابا إن شاء الله. إن شاء الله. ليه سؤال؟ اتفضل. باباك عارف إن أنا من هناك؟ إن أنا من الحميدة؟ لا ما أعتقدش إنها لحقت تقوله. تفتكر لما يعرف هيكون ده تأثير؟ مش عارف. خلاص يا نياز يا أخويا ما تعملش من حبة جبة. أمال إزاي يعني يا شاهين بيه؟ لأن النسوان كده يا عزيزي، ناقصاته عقل ودين. لكن أنا فعلا يهمني رأي مروة فيا. بكرة هيتغير وهي هترجع فيه الرأي ده وهتقول حجي برجبتي. إزاي؟ استنى عليها بس لما الفلوس اللي عندها تخلص. وخيوبا عليا إن ما جات لك هي بنفسها وقالت لك بيع لك حتتين كده عشان أغير عربيتي أو أشتري العقد اللي شفته عند الجواهر. مش مروة أبدا. لا يا سيدي الفاضي، كلهن عيوشة. أفندم دي قصة قديمة لجاذبية صديق، وعجبني عنوانها قوي، لأنها بتقول إنه كل الحريم واحد وطبعهم واحد. جايز، لكن إلا مروة. طيب خليك فاكر كده لحد ما تقول إنه أخويا الكبير شاهين اللي دعك الدنيا والدنيا دعكته كان بيقول كده. وحتى لو كانت فريدة من نوعها بين النساء برضو انسى، لانك لا هتسمع كلامها وتبطل التجارة اللي هي سبب سعادتنا، ولا حتى هتقدر لو عزت. ليه ما اقدرش؟ لان احنا خلاص الناس اللي بنتعامل معاهم برا مش هيسمحوا اننا نبطل. مش ده قانونهم اللي انت عارفه وعارف عواقبه؟ يعني احنا يا صديقي العزيز كأننا في وسط البحر وما نقدرش نعاود، يا إما نكمل يا نغرق. وأنا يا حبيبي عاوز أكمل بمزاجي، مش عايز أغرق. وإنت كمان أظن كده ولا إيه؟ يبقى خلاص سيبنا من الكلام ده وخلينا في المهم. اللي هو إيه بقى؟ الدايرة الجهنمية اللي حطني فيها ابن الحرام شنديد الدرديري على غير انتظار. جهنمية؟ ايوه جهنمية. ازاي؟ مش هي تجارتنا اللي هناك دي تلزمها الحماية، والحماية تلزمها الحصانة، والحصانة يلزمها استمرار العضوية، والعضوية دي ما تمشيش الا ببلطجة شنديد، وشنديد عاوز حسن. تبقى دي دايرة جهنمية ولا لا؟ يعني احنا مصيرنا في ايد البنت الصغيرة دي. اهو زي ما بتقول كده. شفت بقى سخرية الاقدار. ما بزيادات يا ست هان، حرام عليكي نفسك. قومي استريحي لك شوية، صحتك ما تستحملش اللي بتعمليه ده. يا ريت اخلص واستريح على الاقل ابقى جنبك. يا ساتر يا رب، ليه كده يا ستي كفالة الشر؟
شر، وهيبقى في شر اكتر من اللي حصل ده. ربنا ينتقم منهم بعدله. يا ست عجيله مش كده، استغفري ربك وصلي. ربنا يرحمه ويغفر لي، هو كان بيطيعه وبيأدي فروضه، عمره ما اذى حد ولا اتكبر على حد. طب ما تعمليش في نفسك كده، ده حتى ما يرضهوش هو. طب خدي من يدي البسكويته دي وقومي نامي، ان شاء الله ساعه حتى. انت من ساعه اللي حصل لعينك زارها نوم ولا واكل نزل جوفك. انام واكل، لكن النوم ولا الاكل. وده كمان ما يرضيش ربنا يا ست هانم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قومي شوفي مين، وزي كل مرة مفيش عزم. أنا زهقت من الجولة دي. حد يقول كده يا ناس؟ هو أنا راح ده إيه؟ أي حد؟ معلش يا رسمين، إحنا نطوق أهل وبتي، بلاش اعمل معاهم مشاكل من الاول. هو مشاكل على ايه؟ هم احرار ما يعملوش عزا هناك عنده، لكن احنا هنا في مصر بعيد عنهم وعن تفكيرهم. معلش، ريحهم في دي يريحوني بعد كده. انا عارفه ان انا هحتاج لهم كتير وهحتاج بيهم، خصوصا يعني ان العزا هيقدم ولا هياخر بعد اللي راح. بس برضو يا ست عجيل، ده كان لهم الحبايب الف. طب قومي شوفي مين، زي ما قلت لك. امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي حرم المرحوم المستشار غنيم موجوده؟ حضرتك جاي للعزاء؟ يعني لا مؤاخذه يا ست، مفيش عزاء هنا. طب من فضلك بلغيها مروه المصري حرم نيازي النبراوي والدكتورة رؤية السعدي لو سمحتي. حاضر. انت هتسمعي كلامهم وتديها خبر صح يا ولية انت؟ حاج عمران، انا لا انا ايه؟ انت واقفه اهو كانك بتفكري ولا بتشاوري عقلك؟ انا قلت لهم ان مفيش عاز. مش سمعتوها يا هوانم؟ تفضلوا متشكرين. أنا سمعتك بتقول لها إن حضرتك بنت شاهين بالسعدي، ولا أنا سمعت غلط؟ لا يا حاجة، ما سمعتش غلط ولا حاجة. طب يمكن الست هانم دي ما تعرفش عوايدنا وتقاليدنا، لكن أنت عذرك إيه يا بنت البيه وأنت منينا؟ ما هو عشان أنا منكم يا حاج. تقومي تكسري تقاليدنا؟ لما تبقى التقاليد دي غلط. معلش، ليك أب يترد عليها يا بنت الناس. خش يا ولية انت، ما تقفيش كده. بالاذن يا هوانم، لما هيبقى في عزا قريب ان شاء الله هنقول لكم عليه. يا ست عجيله، انا جاي اشوف طلبات حضرتك واطمن عليكي. تطمن عليا ولا تطمن ان مفيش عزا هنا؟ أعوذ بالله يا ست هانم، أنا عارف إن حضرتك هتحافظي على عوايدنا وتقاليدنا من غير حاجة، لأنك بنت أصول يا بنت الناس. وهو كان من الأصول برضو إنك تحرمني من إني أحضر دفنته، بقى أبقى معاه العمر كله وما بقاش معاه في لحظة موته. حقيقة يا ست هانم، أنا حبيت أجنب حضرتك الموقف الصعب دي. هو ده كان غرضك برضه؟ ايوه استهانم، وعشان ما تتلمش عليك الحريم هناك ويعملوها مناحه وجنازه. يبقى تقول ان هو ده السبب الحقيقي. اديني قلت يا ست هانم. الله يسامحك يا حاج عمران. يا ست عجيله هانم، حضرتك عارفه مقامك عنديني اللي هو من مقام سعاده المستشار رحمه الله عليه، وقسما عظما لحياجي يوم قريب قوي تزوري فيه مدفنه
مش هنعمل له مقام وجنازه وعزا بس، لا ومولد ولا مولد سيدي عبد الرحيم. على فكره انا بابايا يبقى صديق لجوز حضرتك. اه فعلا، اصل انا بسمع اسمه من بابا كتير قوي. هو حضرتك كنت تعرفي المرحوم؟ يعني ده كان استاذ الله يرحمه، اعرفه كويس قوي. بتعرفي ايه تاني جايه تكفري عندي؟ هي مالها كده؟ يا ترى ده حزن ولا قلاطه؟ اول مره صدق المثل اللي بيقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فرصه سعيده قوي مدام مروه. اه ايوه. انت لسه نايم؟ اه. طيب اكلمك بعدين. لا لا انا صحيت. متأكد؟ اه طبعا. عارف مين اللي بتكلمك؟ مبسوطة اوي انك بتكلميني. مش مهم عندي كون سعيد، المهم تعرف انا بكلمك ليه. مش مهم، المهم انك بتكلميني. لا انا بقى عندي مهم تعرف انا بكلمك ليه. مش مهم خالص. لا انا المهم عندي تعرف انا بكلمك ليه. طيب قول يا ستي. ليك عندي حاجة ولازم تاخدها. ايه؟ مصممة انت؟ طبعا. ماشي يا ستي هبعدي اخدها. امتى؟ اي ليلة بقى وخلاص. لا 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 ما ينفعش. ايه اللي ينفع؟ تشوفني دلوقتي وتاخدها. حلو ده. على فكرة دماغك ما تروحش لبعيد. كل الحكاية ما بحبش اكون مديونة لحد. طبعي كده. واضح طبعا. ايه معنى الكلمة دي؟ تريقة ولا ايه؟ ستي ولا تريقة ولا مريقة وانا كل كلمة هقولها هتبقى بتاع مفيش حاجة يا ستي. ها؟ بحسب عشان كمان دماغك ما تروحش لبعيد تاني انا جبت نمرة تليفونك من الكارت بتاعك اللي كنت بتسيبه على بوكي الورد. انت بقى من طبعك برضو انك تشيلي كروت الناس اللي ما بيهموكيش. تقصد ايه؟ ما قصديش اي حاجة. طب هنتقابل امتى؟ دلوقتي لو تحب. حلو ده، حلو.
وفين بقى؟ أي مكان، زي ما أنت عاوز. في المكان اللي أحبه. أوكي. حذر جدا، وخصوصا لما عرضت عليها ان انا اوصلها وكانت حجتي ان الشوارع اتغيرت كانت مقنعه جدا. اه انما لاحظ انها ذكيه جدا يا رفعت. انا معاك، انا بس كمان ما لاحظتش ان رد فعلها ما كانش كويس ولا حاجه. وبيني وبينك، على قد ما حمدت ربنا انها ما خدتش بالها، على قد ما زعلت برضه. طب افهم انك حمدت ربنا، لان الحمد مطلوب في كل الاحوال، انما زعلت ليه؟ زعلت اني كنت عايزه تعرف السبب الحقيقي اللي هو ان انا اعترف. كنت عاوز اقعد معاها اطول فتره ممكنه. او عاوز تتقرب ليها اكتر. فعلا. طب ما يمكن تكون فهمت وتجاهلت المعنى. احنا لسه بنقول انها ذكيه قوي. لا، ما بانش ده في كلامها. على العموم، سواء هي فهمت وتجاهلت او ما فهمتش من الأصل، فده يخليك ما تكبرش تاني وتقولي زي ما قلت المرة اللي فاتت. لا، ما تخليش فكرك يروح لبعيد يا دكتور رمزي. ما أصلها جذابة جدا يا دكتور رمزي. يا دكتور، ما اختلفناش في موضوع جاذبيتها، إنما السؤال كالتالي: ما مدى تأثير هذه الجاذبية على شخص ضعيف زيك؟ معرفش، ما اقدرش اقطع. انا بقى اقدر اقطع برضو من غير استنتاج متسرع فيه. تاني يا دكتور رفعت. عموما، انا بنبهك يا صديقي العزيز انك تكون دايما فاكر انها زي ما اتفقنا شديدة الذكاء، فتخلي بالك. اخلي بالي من ايه؟ من انك تتصرف تصرف كده ولا كده تفهمه هي بشكل غلط. وعموما، ربنا ستر النهارده بعد ما عرضت عليها الكلام اللي عرضته عليها وهي ما خدتش بالها. مش كل مره يا صديقي تسلم الجره. معاك حق، معاك حق. بنتي انا الدكتوره رجاله. ايوه شاهين بيه. اصل المرحوم الدكتور غنيم كان أستاذها وعزيز عليها قوي. ربنا يخليها لينا، وهي في حكم بنتنا برضو، واحنا بنفخر بيها. ما لو كانت راحت لست عجيلة هانم ووسيتها في السر، ما كانش هيشرح حاجة. لكن تلم لما ويروح يعزه وتقول قدام الغريب ان تجاليدنا غلط. لا، اسمح لي يا شاهين بيلا. لما ايوه كان معاها واحده ست هانم كده، وكانوا مصرين انهم يعزوا. انا مرضتش اشد معاها في الحديد لاجل ما يكونش الشكل نعفش، وقلت اقول لسعادتك ما دام كل ما ادلى مصر اعدي على سعادتك اطمن واسلم. لا، عملت طيب يا حاج احمد، وخليها عندي دي. العفو، العفو يا شاهين بيه. بس انا عاوز سعادتك مشكورا يعني تنبه عليها، تخليها في الجامعه بتاعتها والدروس ملا صالحات بعددنا ولا تقاليدنا، ان كانت صح ولا غلط. الا دي حاجات جامده، هي صح صحيح قالتها لي في ساعه حزن واسى على رجلنا
رحمة الله عليه. لكن حضرتك سيد العارفين الكلام لما بيتنقل بيكبر، وساعتها الناس هتاخد على خطيرها. هما مش هيحاسبوها هي طبعا يا باشا، لكن العتب حياشي ما تاخذنيش يعني على سعادتك، احنا داخلين على انتخابات. غلطان انا في كده يا باشا؟ لا عندك العيب. متشكرين يا حاج عمران. الشكر لله يا باشا، والخير خيرك. ولولا طبعا ان سعادتك تعز علي ما كنتش راجي. واستعني لازم بنبهك يا باشا. معلوم، وربنا يبارك لي فيك يا حاج عمران. ويبارك في سعادتك يا باشا. بالاذنني. كيف ده والغدا يا راجل؟ دايما عامر بيت بيتي معقوله تعزم على بيتي عاد؟ ايوه طبعا، بس يعني حته لحمه كده على الماشي. كتر خيرك يا باشا عشان الحق وقتي، لسه قدامي سفر طويل وسعادتك خابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول ايه يا باشا؟ قول. ما تنساش سعادتك تنبه على دندراوي. موجود موجود، من غير ما انبه عليك تبعت اي حد من عندكم واللي تطلبه يديهم له. واحنا جاهزين يا باشا من 100,000 ل 500,000 في بيتهم من غير حاجه يا راجل. قدها وقدود يا باشا، ربنا يبارك لنا فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. اهي الدكتوره جت هتوضح لك بنفسها. الله، ده انت ما بتضيعش وقتك يا حاج عمران. لحقت تيجي تشتكيني؟ جاية. سيبها سعادتك يا سعاده الباشا، ما انا قلت لك انها حكم بنتنا برضه. من حق عيالنا علينا انهم يتجلعوا واحنا نتحملهم. يا حاج عمران. ولا كلمه. حاضر يا بابا. ما تزعليش من كلامي يا دكتوره، انا مقدر والله حزنك وزعلك على مستشارنا وكبيرنا الله يرحمه. لكن يا بنتي، ولا اقول لك اسيب والدك الباشا يفهمك. السلام عليكم. مع السلامه. شرفت يا حاج عمران. تشرف مقدارك يا سعاده الباشا، وعامر دايما ان شاء الله. ايه اللي قلتيه وعملتيه ده؟ عملت ايه يا بابا؟ عشان رحت عزي؟ ما حضرتك عارف وجهة نظري. طب على رأيك كنت عملتيها في السر مش تلمي لمه؟ وكمان تجاهري بالطعن في تجاربنا؟ انا اسفه يا بابا، يمكن هما واخدين على انهم يعملوا حاجات في السر وحاجات في العلن، لكن انا اللي اقدر اعمله في السر لازم اعمله قدام الناس كلها. وبعدين لمه ايه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي؟ ليه؟ ما كانش في واحدة معاكي؟ لا، أنا رحت لوحدي، والواحدة اللي هو فاهم إنها جت معايا دي راحت لوحدها، ثم إن هي كمان مش غريبة، دي مرات واحد صاحبك. واحد صاحبي أنا؟ أي نيازي النبراوي. مين؟ مروة هانم؟ أي مش عرفها بيه؟ معرفش. الله الله. في ايه يا بابا؟ مفيش، وكفل الكلام على الموضوع ده. ومرة تانية تبي تراعي انه في انتخابات قريبة وما يشيش ضرري فيها منك. انا يا بابا؟ معقول انا ضر حضرتك؟ انا بس وجهة نظري ان كسب اصوات الناس ما يكونش باننا نسيرهم في الغلط.
امال يكون بايه؟ باننا نكسر تقاليدهم؟ لا، باننا نكون صادقين معهم ومع نفسنا، ونخليهم يحترموا فينا المبادئ اللي تصون حياتهم. خلاص، انا مش عايز اتناقش في الموضوع ده تاني. اوكي بابا، زي ما حضرتك تحب، لكن في بقى موضوع تاني لازم نخلص كلامنا فيه بخصوص تميمة. ولدة يا بابا، كفاية عليا جوازة واحدة معقبة، ما يكونش اتنين. اتنين؟ ايوه، تميمة وحسن. حسن؟ جوازة ايه دي؟ قلت لك كف للكلام في الموضوع ده يا بابا. انتهى. بتبص لي كده ليه؟ تعرف ان جمالك هنا شكله مختلف؟ المفروض انبسط من الكلمة دي ولا هتضايق منها؟ تتضايق ليه بقى؟ لاني كنت بتمنى من زمان ابقى زي اي واحدة من اللي انت شايفهم دول، الناس تبص لي زيهم. مش مهم عندي الناس تشوفني جميلة وحلوة، المهم ابقى زيهم، ما فرقش عنهم. هو انت مش زيهم؟ لا طبعا، لا انا زيهم ولا الناس بتبص لي زيهم. انت نفسك استغربت لما عرفت اني عضو في النادي هنا. لا انا كان قصدي عادل، انا عارفه قصدك كويس. على فكره مش مغلطاك، مش علشان دي بس الحقيقة، لا أنا كمان خلاص اتعودت، الحاجات دي ما بقيتش تأثر فيها. هو احنا مش ممكن نغير الموضوع ده نتكلم في حاجة تانية؟ ممكن نغير، لكن الموضوع الأساسي عمره ما هيتغير. يا لميس. يا فندم. اسمعيني بقى هقولك ايه. قبل أي حاجة، أول مرة أسمع اسمي على لسانك. فعلا؟ بس على فكرة مش هو ده اسم الحقيقي. أنا ما يفرقش معايا خالص طالما عرفتك بالاسم ده خالص. طب لو قلتلك إني حابة أسمع منك اسمي الحقيقي أنا ديكي بيه فور، حتى لو ما كانش قد كده؟ يعني إيه مش قد كده؟ يعني بقى. طب اسمك ايه؟ هانم. اسم بلدي مش كده؟ بس اسم على مسمى. على فكرة يا عادل انت مجامل قوي. ما علينا، انت عارف انا بحب اسمي الاصلي ليه؟ مع اني مخبيه عن كل الناس. ليه؟ عشان بحاول اكونه. طيب يا جميل، والله جميل جدا. لو قلت لك على حاجة يا عادل تصدقني. ايه هي؟ أول مرة أقعد مع واحد غريب وأتكلم معاه بالشكل ده. أصدقك، علشان كده كنت حريصة إن احنا نتقابل هنا في المستوى الاجتماعي ده، زي ما كنت حريصة إني لما يكون معايا فلوس أول حاجة أعملها أشترك في النادي هنا. صحيح، نسيت حاجة مهمة قوي. الخاتم. زعلنيش بقى. طب لو ترجيتك تقبليه؟ هقبله بس بشرط واحد،
تصدق كل كلمة أنا قلتها لك، وتصدق إن عمري في حياتي ما خدت هدية من حد. أوكي. وعلى فين المرة دي؟ انت خابر بيت الحج ربيع كبير الحميدة؟ هم ليه؟ في ناجع ابو منصور؟ ايوه هناك، تطلع من هنا على هناك على طول. او هو خابر يعني ومستني؟ هو خابر لكن مش مستني، لانه ما يعرفش معاد التسليم ده، وان ما لقيتهوش تستناه لما يجي ان شاء الله حتى للفجر، ولا تنزل الحمولة ولا تسلمها لأي حد غيره. ولما تكون هناك واقف تستناه، تستناه في حتة متدارية، مش تبين نفسك وتقول أنا هو ماني خابر يعني زي كل مرة. أمال بتسأل ليه؟ واه مش هتأكد يعني؟ معاك حق. يلا السلام عليكم يا دندراوي. مين؟ فيصل ابو منصور. يا مرحب يا مرحب، اتفضل اتفضل. يا مرحب بيك يا ود عمي. بقول ايه؟ من غير ما تقول انا خابر. يعني جاهز؟ انا دايما جاهز. عاوز كم حتة؟ 10. مش عندك برضك؟ ان شاء الله، بس تكون زي اللي مسكتها الحكومة مع المرحوم اسعد الحمايدي ده. اخواتها الله يكرمك. طيب خد دول دلوقت، ولما تشيع المعلوم نبقوا نسوي الحساب. طب ما تخلي يا راجل. بالإذن. رايح فين؟ نجع ابو منصور. معاك ايه؟ زي ما حضرتك واعي، كام قفص خضار. وريني رخصك. ها ها، مش سليمه؟ اتكل على الله. متشكرين يا احد الصول. استنى يا اسطى. وريني معاك ايه؟ ما زميلك شافها. هو شافهم وانا بسألك كمان. زي ما حضرتك واعي، كام قفص خضار؟ معاك طماطم؟ طماطم؟ معاي. مستغني عن قفص فيهم؟ غالي غالي والطلب رخيص، او مش خسارة فيك. تشكر يا زوج، هاتوا. ولا اقول لك خليك انت. لا لا، ما تحبش نفسك، ما تحبش نفسك، انا اجيبهولك. هتخربط لي الرصه وتعفص لي بقيه القفاص. ده واكل عيش يا واد عمي. خلاص يا اخوي براحتك. اتفضل. تشكر. عاوز كام؟ لا لا، انا مسامح. الف انا، الف انا. تشكر. سلام.
مدام زي ما انت بتقولي انه ما رفضش نهائي، فانا لسه مقتنع ان الدكتوره رؤية تكمل المهمه عننا. لحد امتى ان شاء الله؟ نتأنى شويه بس يا تميمه، ما نندفعش كده. خلاص بقيتوا كلكم عاقلين وانا المندفعه الوحيده اللي فيكم؟ كلنا مين؟ ما انت وروكي خلاص بقيتوا تتكلموا لغه واحده. طب من غير نرفزه بس. اوكي اديني هاديه. طب الاول اقول لك يا توتي زي ما دكتوره رؤية بتقول لك، ولا اقول لك يا تميمه زي ما تعودت اناديكي؟ قول لي اي حاجه، بس يا عمر على فكره احنا دلوقتي بنتكلم جد ما بنهزرش. اكيد طبعا، في فرق بين الكلام جد وفي فرق بين الخناق. ما علينا، انا قصدي ان الباب موارد في موضوعنا فلازم نحافظ عليه كده. ليه نقفله باي تصرف انفعالي؟ اوكي وبعدين؟ احنا الاول ندي الدكتوره رؤية كل وقتها، ولما تقول خلاص انا عجزت نبقى نشوف هنعمل ايه. اكلمه انا، يكلمه والدي، ان شاء الله حتى نكلمه كلنا. ده انت نفسك اخر مره قلتيلي ان مناقشته مع الدكتوره رؤية ما انتهتش، فنديها فرصتها للاخر. خصوصا ان زي ما قلتلك اكتر من مره يا تميمه، في حاجات في حياه الانسان مصيريه ما تحتملش اي مغامره. والله انا غلطان يا تميمه. لا مش غلطان، بس على فكره بقى انا مش هقدر اقابلك تاني لغايه ما اعرف الموقف النهائي لبابا. ليه؟ علشان انا شايفه ان بابا مش موافق، وانا مش هقدر اعمل حاجه من غير رغبته. وعلى فكره كمان يمكن ما اقدرش اكلمك في التليفون كمان لنفس السبب. خلاص خلاص اكلمك بعدين. كاسك يا نبيه. انت ملاحظ اللي انا ملاحظه؟ ملاحظ ايه يا بيه؟ ترقص بمزاج قوي النهارده. واضح كده فعلا. غريبه قوي. ليه يا بيه؟ اصله ما جاش. هو مين؟ اللي بيسخن الملعب. يعني ايه بيه؟ حطش في بالك. بعد اذنك. ما شاء الله، الله أكبر. رقيتك واسترقيتك من عين أمك ومن عين أبوك ومن عين اللي صلوش على النبي تنرد عينيهم بين حواجبيهم بقدرة الله العلي العظيم. افترقي يا عين كما افترق الحجر نصين. إيه اللي بتعمليه ده يا سعادة؟ إيه؟ برقيكي برقيكي يا حبيبتي من العين. إيش معنى يعني؟ إيه؟ من اللي أنا شايفاه بعينيا طول النهار. وايه بقى اللي انت شايفاه ان شاء الله؟ الفرحه اللي طالعه من قلبك وباينه في عينيكي. اهي والضحكه دي كمان اللي بتجلجل. يخيبك يا سعاده. اقول لك على حاجه كمان ولا كده كفايه؟ قولي، هو كلام عليه جمرك؟ الخاتم، الخاتم اللي بيبربق في ايديكي كده، بسم الله ما شاء الله هياكل من صوابعك هده. ده انت رصداني بقى. هو انا عندي اعز منك ولا اغلى منك يا جميل؟ منك ومن لقمك. ابعدي البتاع ده شويه، خنقني. بعد الشر عليكي من الخنقه. بس انا واخده على خاطري منك. ليه بقى؟ طب قوليلي فرحي قلبي معاكي.
اقول لك على ايه بس؟ ايه الحكايه واضحه زي عين الشمس اهي، ولا انا في حزنكم مدعيه وفرحكم منسيه بقى؟ ده انت. ليس هناك اثر قانوني ينتج عن الفارق بين الدساتير المرنه والدساتير الجامده، لان هذا الفارق ينحصر فقط في تعديل نصوصها، ويبقى كل منهما متربعا على قمه النظام القانوني للدوله التي تاخذ بايهما. في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنوضح فكرة تدرج النصوص القانونية كمدخل لموضوع الرقابة على دستورية القوانين. شكراً. لو سمحت يا دكتور، إيه هو المثل للدستور المرن؟ الدستور الإنجليزي هو المثال الواضح للدستور المرن، لأن البرلمان هناك يقدر يغير في نصوصه بدون أي قيود، بعكس الدستور الفرنسي والدستور المصري لأنهم بيشترطوا أغلبية معينة ده غير الاستفتاء الشعبي. وبعدين الكلام ده أنا شرحته في أول المحاضرة، أنت بقى كنت سرحان في إيه؟ أو في مين يا دكتورة؟ شفت بقى؟ أديك جبت الكلام لنفسك. بس حضرتك بتشرحي كويس قوي يا دكتورة. المهم إن أنت تفهميني كويس قوي. عموما لو محتاجين أي سؤال أنا هبقى موجودة في مكتبي، اللي عايز حاجة يجي لي هناك. شكرا. هي قالت إن هي تسأل على عنوانهم وتروح تعزي مراته. هي تعرفها؟ أبداً. أمال هتعزيها بصفة إيه؟ مش عارف. لا أعرف، الله يخليك. ما تقلقش. أنا قلت لك قبل كده إن مروة ما تفشيش سر أبداً. وأنا قلت لك قبل كده إنه ما فيش ست ما تفشيش سر. إلا مروة، خصوصاً لو السر ده يتعلق بي أنا. بلاش. مش ضروري يكون بالعمد، ممكن يكون بالغلط برضو. لا، مروة حريصة. ماشي، خليك على العمل كده. جرايا شهيد. خلاص، ما غلطناش في البخاري، بس قولي هي راحت تعزيها بصفة ايه؟ بأي صفة إلا إنها مراتي. كيف يعني؟ لما هي قدمت نفسها بالصفة دي يبقى رجاية عرفتها منين؟ يمكن في تقديم نفسها، يعني هتقول هي مين؟ أوه، طب نورني، هي ايه الصفة اللي ممكن تكون راحت بيها؟ بصفة واحدة قرت عن الحادثة في الجرايد تأثرت وراحت تعزي. يا سلام. صدقني مش اكتر من كده، هي هتروح تعزي عشان تبرأ نفسها من ذنب موت الراجل ده. تبرأ نفسها يعني ايه؟ يعني هي بتعتبرنا مسؤولين عن موته بالسلاح اللي احنا بنبيعه ده. وعموما كويس ان هي ما قابلتهاش. طب المرة دي وبعد كده؟ مفيش بعد كده ولا حاجة. انت بتطمن نفسك ولا بتطمني؟ انت قلقان كده ليه؟ لازم اقلق، دي مش لعبة يا نيازي، دي امور خطيرة وخطرها مدمر، واي سر ما يبقاش سر اذا خرج من اتنين لتالت، وما بالك بقى لما التالت ده تبقى ست، حتى لو كنت تثق فيها زي مروة هانم، وخصوصا ان احنا عارفين تفكيرها ونظرتها للامور دي. عشان كده انا كنت دايما حريص انه رجاية ما تعرفش حاجة عن نشاطنا دي، لاني برضو عارف تفكيرها ونظرتها للامور دي، مع اني واثق في كتمانها وعجلها وخوفها عليا. انت غلطت غلطة كبيرة لما اطلعتها على سرنا دي. قلت ايه يا سيادة العميد؟ والله ده شعور طيب من حضرتك فعلا يا مروة هانم. هو انا عندي مشكلة ان انا الحقيقة مش عارفة انفذه ازاي. هو حضرتك مش ناوية تنفذيه عن طريق الكلية هنا؟ اكيد طبعا يا فندم، انا بيتهيألي ان الكلية هنا هي المكان الطبيعي لحاجة زي دي. مع حضرتك حق. طب حضرتك تنصحني بايه؟ انا بقول ان احنا نكون لجنة من الاساتذة هنا تتولى الاشراف على تنفيذ الفكرة واختراق اسماء الطلبة. زي ما حضرتك تشوف. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. وادي اول اعضاء اللجنه يا ستي. لجنه ايه دي يا فندم؟ اعرفكم ببعض الاول، السيده مروه المصري، الدكتوره رؤيه شاهين السعدي، مدرس القانون الدستوري بالكليه. انا حصلي الشرف قبل كده. طب عظيم انك طرحتوا تعرفوا بعض. يعني لجنه ايه دي يا فندم اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ السيده مروه جايه باقتراح نبيل بإنشاء جايزة سنوية باسم المرحوم المستشار غنيم أبو منصور، وهي اللي هتتولى التبرع بالقيمة. القيمة كام يا مروة هانم؟ 300 ألف جنيه. هيتعمل بيهم وديعة، والريع بتاعهم
هيتوزع بمبلغ معين كجائزة لأوائل الطلبة في الكلية كل سنة، والباقي يخصص للطلبة المحتاجين. دي فكرة هايلة جدا يا فندم، بس اللجنة دي هتبقى مهمتها ايه بالظبط؟ مهمتها الإشراف على التنفيذ طبعا، واختيار أسماء الطلبة المحتاجين سنويا. ها ايه رأيك؟ موافقة؟ أنا موافقة جدا. ما طبعا عارف معزة المرحوم عندك، الدكتور رفعت قال لي. الله يرحمه. تفتكري مين معاكي من زملائك؟ انا افتكر ممكن. قبل ما الدكتوره تكمل معلش، ممكن اسال حضرتك سؤال يا سياده العميد؟ اتفضلي. هو انا ليا الحق ان انا اعترض على وجود حد في اللجنه؟ طبعا قبل ما يتم تشكيلها. بكل تاكيد انا معترض على وجود الدكتوره. ايه ليه؟ من غير ليه. ما تاخذنيش يعني اني بندهلك باسمك حافك ده يعني. امال كنت عاوز تندهلك ايه؟ ما عارفش، اصل انت في نظري تستحقي تكوني برنسيسه والله العظيم. الله يجبر خاطرك. وكنت بتندهلي ليه؟ عشان اصبح عليك. طب تتصبح بالخير بالاذن انا. لا استني، ما تاخذنيش كمان اني بكلمك وانا كده يعني بلبس الغيط. لا ما فيهاش حاجه، مش كنت بتشتغل؟ ايوه بس انا قلت لك انت في نظري ايه. ازاي خالتي سكينه؟ ان شاء الله تسلم. الباشا جاي من مصر؟ لا لسه. طب هيجي متى؟ هو ملهوش مواعيد. تسأل ليه؟ أصلي عاوز أطمن على حاجة كده. على إيه؟ بعدين هتعرفي. سر يعني؟ بس مش هيبقى عليك أنت بالخصوص. وش معنى أنا بالخصوص؟ برضك بعدين هتعرفي. طيب أستنى البعدين دي. وإن شاء الله مش هتستني كتير بالإذن. أنا عاد إيه صح برضك، عشان ما حدش يشوفنا يقول كلمة كده ولا كده. ومن ده اللي يقدر. معلوم، بس برضك الناس كلامها كتير ومحدش يقدر يمنعهم، وفيهم كمان اللي يحسدك وانا خاف عليكي، وفيهم اللي متعجبوش الوقفة دي. يا مديح سمع. ايوه يا ابويا انا جاي. سلم لي على خالتي نبوي. يوصل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مع السلامة. ألف سلامة يا غالية. في ايه يا دكتور؟ مفيش. انا اسف، انا جيت في وقت غير مناسب ولا حاجه. مناسب ليه بالظبط؟ مفيش، انا بس كنت عاوز اتكلم مع حضرتك شويه. اتفضل. انا بس خايف اكون قطعت عليكي خلوتك، اصل يعني. ابدا ابدا مفيش حاجه، انا بس كنت زهقانه وبفكر شويه. طيب انا خايف اكون قطعت حبل افكار. خلاص مش للدرجه دي. اوكي يا فندم. هو انت اعتذرتي ليه؟ اعتذرت عن ايه؟ عن اللجنه اللي كونها السيد العميد بخصوص حفل تكريم السيد المستشار المرحوم غنيم. مين اللي قال ان انا اعتذرت؟ محدش والله، ده انا اللي فهمت كده. انت فهمت غلط. اوكي يا فندم، اوكي انا اسف، اصلي انا قلت حضرتك لازم تكوني اول واحده موجوده في التكريم ده. ليه لازم؟ ليه؟ لأنك أولى واحدة إنك تكوني موجودة في تكريم السيد المرحوم. اشمعنى يعني؟ مين اللي قال كده؟ أنت بنفسك. أنا؟ أيوة والله.
انا قلت لمين؟ قلت لي انا شخصيا. امتى يا دكتور؟ امتى يا فندم؟ فاكره اما شفتك لابسه اسود وقاعده قلت لك الف لا باس الله يرحم مين اللي توفى؟ حد من قرايب حضرتك؟ قلت لي لا اكتر عز استاذي. فاكره ساعه اما كنت قاعده الورده كنت جايب لحضرتك ورده. افتكرت يا دكتور. خلاص يا دكتور. ورده حمراء حضرتك. فاكره الورده. أوكي. خلاص يا شغلانه. اوكي يا فندم. على فكره انا قلت للسيد العميد انا هعتذر عن اللجنه دي لو الدكتوره الرؤيه مش موجوده فيها. ميرسي. مش للدرجات دي يعني. ميرسي يا دكتور على كل حال. ميرسي. تحت امرك يا فندم. صباح الخير. صباح النور. اهلا يا عمر. اهلا. اتفضل. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ متشكر قوي. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. اعرفكم ببعض، الدكتور رفعت الزيات زميلي الاستاذ عمر قطب دبلوماسي. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. اكيد. اتفضل يا عمر، اتفضل استريح. انا خايف اكون مقتحم اجتماع ولا حاجة. لا 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 خالص خالص. طيب استأذن انا. اوكي يا دكتور، مع السلامة. نتكلم في موضوع اللجنة ده بعدين ان شاء الله. اوكي. خلاص مع السلامة. تشرب ايه يا عمر؟ اديني بقول لك من نفسها من قبل لا تعرفي من غيري وتساليني وتقولي لي كاني وماني. وايه فايده قولك ده ليا دلوقتي؟ ما انت خلاص عملتيها. عملتي ايه ان شاء الله؟ مش بتقولي وقفتي معاه وخدتي وديتي في الحديد قدام الرايح والجاي؟ اديكي قلتي قدام الرايح والجاي، يعني مش في السر. لو انت كنت عاوزه توقفي معاه في السر. عاوزه ايه؟ عاوزه دي؟ ما انا برد على كلامك. طب انا الحق عليا اني قلت لك. كمان ما كنتش عاوزه تقولي لي؟ لا يما عاد، ده انا كده مش هخلص. ايوه مش هتخلصي، عشان تعرفي ان اللي عملتيه ده غلط. غلط في ايه؟ في ايه؟ مش عارفه غلط في ايه؟ انت فاكره نفسك فين؟ في اوروبا؟ ولا فاكره نفسك لسه عيله صغيره؟ ايش حال ما انا جايله لك انه متكلم عليكي؟ وان هو ده بالخصوص مالكيش تاخدي ولا تدي معاه في الحديد لحد ما نشوف الجسمه والنصيب فين. طب ما هو اللي ندهلي وكان قدام ابوه كمان. وكمان عشان كان قدام ابوه. يعني ايه؟ ما كنتش ارد عليه؟ ايوه ما ترديش، وانا ليا بعد كده كلام مع ابوه وامه كمان. ايوه ياما، كبري الحكايه، كبريها واعملي لها راس ورجلين من العدم. لا مش من العدم، ولازم انا اكبرها عشان يعرفوا طبعنا ايه، ويعرفوا ان الحكايه مش سداح مداح معاني. سداح مداح؟ الله يسامحك. امال اقول لك ايه بس؟ يا بنتي يا ضناي، ما يغركيش ان احنا هني في حما الباشي. احنا ناس غلاب وعرض اللي زينا مش عزيز على لسنة الناس وظنهم. عشان كده احنا قافلين بابنا علينا وبنقول يا حيط ضريني. وحتى في حياة المرحوم ابوكي وخصوصي من بعد عينه الله يرحم، لازم نفضل كده لحد ربنا ما يكملها بالستر معاني. يعني تميمة قالت لك انها مش هتقابلك تاني؟ ولا هتكلمني في التليفون حتى لحد موقف باباكم ما يبان. بس مش هي دي القضية يا دكتور، يعني انا مش جاي اشتكي لحضرتك انها قطعتني ولا طالب لا سمح الله واسطتك. انا فاهمة والله يا عمر، وما فكرتش كده خالص. طب الحمد لله، علشان انا كنت لازم ابقى واضح في نقطة البداية دي. اوكي علي. حضرتك عايز تعرفي انا جاي ليه النهاردة؟ يعني هو طبعا اهلا بيك في اي وقت، بس اكيد اي حاجه في الدنيا ليها سبب، وانا احب برضو اعرف السبب. وانا هقول لحضرتك. اتفضل. انا سامعك. انا فعلا نصحت تميمه بالصبر، انا قلت لها كده فعلا لان حضرتك لازم تاخدي وقتك في انك تخلصي الموضوع زي ما حضرتك شايفه. انا فعلا قلت لها كده، لكن انا مديها العذر في انفعالها ده، ومش مديها العذر وبس، انا كمان شايف انها معاها حق، لان انا اسف يعني الموقف كده يعتبر معلق ومش واضح المعالم، وانا الفتره الجايه ديت انا عارف. انت ممكن كمان تسافر في اي وقت. بالظبط. اسمعني كويس يا عمر، اولا انا
مبسوطة من اللي قالته تميمة، لأن هي فعلا مش المفروض لا تقابلك ولا تتكلم معاك في الظروف الحالية. هو ده التصرف الصح. أرجو أنك ما تفهميش غلط يا عمر. لا أنا فاهم حضرتك صح فعلا يا دكتورة، وكمان ما بلومهاش والله، وده بيأكد فيك ظني للمرة التانية فعلا. متشكر يا دكتورة. نيجي بقى للب الموضوع، وهو إزاي أنفذ مهمتي اللي وعدتكم بيها. طبعا تميمة فاهمة دلوقتي إن أنا متراخية في الموضوع ده، أو إن أنا فقدت حماسي ليه، وإنت متهيألي برضو بتفكر دلوقتي زيها، وإلا ما كنتش تبقى موجود هنا عندي. بس الحقيقة فعلا مش كده يا عمر، وأنا مش محتاجة أقولك تميمة إيه بالنسبة لي وسعادتها تهمني قد إيه. أنا فاهم يا دكتورة، والله حاسس كده فعلا. عشان كده موضوعكم ده حقيقي شغلني جدا جدا، وحاسة إنه مسؤوليتي فعلا. وأنا اتكلمت مع بابا فيه، بس بابا قفل الموضوع بحسن، وأنا عارفة بابا كويس، لما يوصل للمرحلة دي مستحيل يلين أو يتراجع تاني. وأنا الحقيقة بقى علمتني حاجة كويسة أوي، إن اللي ما تقدرش تاخده بالإقناع ممكن تاخده بالحيلة، مادام أنت مقتنع إن معاك حق. أنا فعلا فكرت في طريقة وهنفذها، ما تقلقوش. أنا بس مش محتاجة منكم أي حاجة غير شوية صبر، وأنا متأكدة إن أنا هوصل لنتيجة كويسة. ممكن تصبروا عليا شوية؟ ممكن. أنت لو كنت شفت فرحتها بيه وحرارة استقبالها ليه كنت تندهش. أنا أندهش؟ ليه؟ وأنا مال؟ يا أخي مش قصدي، أنا بس كنت عايز تتأكد إذا كان عزيز عليها ولا لأ. وبعد ما تأكد. خلاص يا أخي خلاص، مش قصدي. آه تفتكر يبقى لها إيه؟ خطبها؟ لا، دول مش لابسين دبل. يكونش لا لا لا، شكلها واتزانها كده ما يقولش إنها بتاعت الحاجات دي أبدا. لا لا لا، أكيد قريبها. أيوة صح، أكيد قريبها، وقريبها قوي كمان، عشان قالت له إيه المفاجأة دي. بس لو كان قريبها مش كان لازم يروح لها البيت؟ مش في المواقف اللي زي دي قريبها وما شافهاش بقاله فترة يروح لها البيت؟ آه طبعا. طب أمال إيه اللي خلاها يجي لها كلية؟ آه ليه؟ مش عارف يا أخي، أنت ما تحترم شعوري شوية. يعني أحترمه أعمل إيه يعني؟ فكر معايا مثلا. طب مش بدل ما احنا قاعدين نفكر ونضرب الودع ما كنت سألتها وده كان يبقى أسهل؟ أيوة، بس أسألها بصفتي إيه؟ الله، أنت مش بتقول إنها قدمتكم لبعض، كنت انتهزت الفرصة وسألتها. أيوة يا أخي، فوجئت ما عرفتش أقوله إيه. خلاص بقى، يبقى ذنبك على جنبك. طب ما تخليك جدع وتسألها أنت. نعم، بقى أنت مالكش صفة تسألها وأنا ليا؟ هو إيه الحب عمل إيه في تفكير الناس اليومين دول؟ سلام سلام يا صديقي العزيز. Existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Personne n'a jamais su me dire les mots d'amour, les mots du cœur. Quelque chose comme je t'aime ce soir. Ce soir, la vie me semble belle.
يا مراري؟ ايه بتصرخي كده ليه؟ وقعتي الحنش؟ بعد بعد عني. وانا جربت اصلا، انا لسه هجرب. وبعد هالة اسم الله عليك يا بنتي، اسم الله عليك يا حبيبتي. الحقيني يما، انت تاني؟ ايه في ايه؟ واه شنديد. واه يا دندراوي، انت ايه حكايتك يا شنديد؟ وحتجيب لي الحديد من تاني ولا ايه؟ حديد على ايه؟ على اللي عملته لما بيت هنا وزعلت سعاده الباشا وزعقلي عشانه. الباشا هيزعق لك انت، انما مش ممكن يزعل مني انا واصل. لا زعل وداني كلمتين في جنابي كمان على اللي عملته هنا. عملت ايه؟ كنت سكران وتهجمت علينا نص الليل ولا حتنكر؟ يا خالد انا كنت جاي علشان اجيبك. حكي امشي غور من هنا، احنا ملناش وياك حديث واصل. ما ردش على كلامكم يعني؟ لا ترد على كلامنا ولا احنا نوجه لك كلام من اساسه. كلمني هنا. خشوا انتوا جوا. لا ما يخشوش قبل ما اسمع اجابه على سؤال هسأل الحسن. ما تجيبش اسمي على لسانك، وما فيش ولا سؤال ولا جواب بينا من اصل. لا ده يستهيألك. سامعة يما؟ سامعة يا بنتي، والحمد لله دندراوي واقف وشاهد. وحيعمل اللي الباشا قالوا عليه. اوعى عشان ديت وين ما وقعتش ما يبقاش كويس عليك. هتعمل ايه؟ هتدين عيارين؟ هتطخني بالنار؟ ما يبقاش ليك عندي دية. واه انت كد الكلمة دي، لو مش كدها ما قولهاش. معلوم يا ولد عمي، مقبولة منك، مش عشان خاطر الباشا بس، لا كمان عشان خاطر حسن. قلت لك ما تجيبش اسمي على لساني. حاضر، بس جاوبين انت على سؤال لي ونخلصوا منيه الموال ده. سؤال ايه ده؟ مين الواد ابو قصة الناعم ده اللي كنت واقفة تتحدثي معاه وتضحكوا؟ وانت مالك؟ لا ده انا مالي قوي. بأمارة ايه ان شاء الله؟ بأمارة اني متكلم عليكي مع الباشا. اخرس. والباشا وافق كمان ووعدني ان احنا نخلص قريب. حسن حسن يا بنتي، حسن اوعي 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 بقول لك اوعي. قومي قومي يا بنتي قومي. حسن امشي. قومي يا بنتي قومي. ردي عليها. على فكرة هو جالي النهاردة الكلية وقال لي على قرارك معي، بس أنا عايزاك تسمعي منه احنا اتفقنا على ايه وانا قلت له ايه. بعد كده تصرفي زي ما انت عايزة، وانا متأكدة انك هتصرفي صح. ردي بقى ردي. ايوه هاهي بقت عاله والحمد لله. هي بس اللي ادتنا خلعه، انا اصلي خبيرها في جلعها اللي ما بيبطلش ده. كفاياك يا بنتي عاد، البوكة عيفش عليكي. امك ما تستحملش فيك ده، واحنا والله كمان. اشوف فيك يوم يا شنديد يا واد حواء وادم. وده يحوك فيه دعاء ده. ده عاوز طلقتين في صدره، وانا والله يعين عليا فرهم فيه لو ما الباشا محتاج له. محتاج له فيه؟ هي دي اللي انا عاوز اعرفها.
محتاج له في الانتخابات. الله يقطع الانتخابات وسننها. انتخابات؟ ماله ديه بالانتخابات؟ مش واد ليل ما بيخوفش الناس. سمع يما. ايوه بس مهما كان انا ما امنش للي قاله واصل، والباشا ما يخلصهوش خصوصا معك انت. قول لها اذا كنت انت قلتي لي غير كده قبل شوي نسيتي كلامك. وانا كلامي انزل يا حسني يا بنتي. دلوقتي بتقولي كده؟ ده حتى لو كان قالها له صح وهنتي عليه، انت يعني هتهوني على الدكتوره رجية؟ دي كانت تخرب الدنيا لو عرفت. وبالك لو انا عرفت ان الكلام ده صح، انا بذات نفسي اللي هكلمها في التلفون او اشد لها تلغراف وهي تيجي على طول. ومش بعيد كمان ساعتها هي هتاخدك عنديها في مصر ويبقى يفتح خشمه معاها شنديد انقدر. يسلم خشمك يا دندراوي ويخليك ويسعدك زي ما انت قلبك علينا كده. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش يا رناي. في حاجة أخيرة عايز أقولها لك يا تميمة، ممكن؟ اتفضل. أنا ما طلبتكيش إلا عشان أديكي خبر باللي قلناه أنا والدكتورة رؤية النهاردة، عشان من حقك إنك تعرفيه. يعني مش عشان أضغط عليكي وأخليك ترجعي في اللي قررتيه بإننا ما نتقابلش وما نتكلمش مع بعض في التليفون، لأن أنا محترم قرارك ده. ومن ناحية تانية أقولك إني مستريح من كلام دكتورة رؤية معايا ومتفائل بيه، وعايزك انت كمان تكوني متفائلة. اوكي؟ اوكي. مع السلامة. باي باي. انت رأيك ان مقابلتنا هنا احسن ولا عندك؟ عندي. فين؟ قول ما تتكسفش. في الكباري؟ انا عايز العلاقة بينا ما يكونش فيها اي حساسية. ما هي ما فيهاش حساسية ولا حاجة. لا فيها. بس انا مش زعلان على فكره. مش سهل عليك يبقى ليك علاقه بواحده راقصه. بتضحك ليه؟ اصلك غريبه قوي في طريقه كلامك. غريبه ازاي؟ صريحه يمكن، دقيقه في كلامك، يعني بتعملي صدمه كده وانت بتتكلمي. كل ده عشان قلت لك اني رقصة؟ مثلا. امال انا ايه؟ طب ايه الدقة تاني في كلامي غير ده؟ يعني تسمي اللي بينا ده لحد دلوقتي صلة. امال هو ايه؟ حب؟ وليه لا؟ لا لسه بدري قوي على الكلام ده. يبقى انا ما غلطتش بقى لما قلت انك دقيقة في كلامي. أنا شايفة أحسن تقول إني حريصة في كلامي. يا إحنا ناقصين صفات، وأدي صفة كمان يا ستي، حريصة ودقيقة وصريحة. ممكن أسألك سؤال وتجاوبني بصراحة؟ اتفضلي. لما أصريت إن إحنا نتقابل هنا النهاردة، ده بالصدفة ولا أنت كنت قاصد؟ هتفرق. معايا أنا تفرق. في إيه؟ بتهيألي إن أنت قاصد، علشان الكلام اللي قلته لك المرة اللي فاتت. جاهز. لا مش جاهز، ده اكيد. انت مالك لاخمه نفسك قوي كده في تفسير التصرفات والكلام والحركة؟ في ايه؟ مش مفروض اعمل كده؟ على الاقل بينا مش مفروض. ما انا قلت لك لسه بدري قوي على الكلام ده. وانا مش مستعجل. على فكره انا بحب اشوفك وانت بترقصي قوي، يعني مش هتبقى كل مقابلاتنا اللي جاية هنا. افهم الكلام ده ان في مقابلات جاية كتير قوي. هيبقى في مقابلات وحركات وحاجات هلو. ازيك يا دينا؟ زي ما انا شكيت بالظبط، بس والله لاقين على بعض جدا. رقاصة وخايل. انت ممكن تضحكي على كلامي ده دلوقتي، لكن بعدين لما تشوفيه قاعد على ترابيزه مع واحده تانية غيرك مش هتعرفي تضحكي ولا هتعرفي تبقي عامله زيي. عارفه ليه؟ لانك هتبقي حبيبتي بجد. وبعدين انا بحمد ربنا ان انا عرفته على حقيقته كويس. سلام يا فنانه.
تامر. نعم. افتح الباب يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. ماما موجوده؟ قول لها مين؟ قول لها طنط رؤية. مين يا تامر؟ طنط بتسأل على حضرتك. طنط مين يا حبيبي؟ اتفضلي. انا اسفه ان انا جيت لك النهارده الميعاد. لا ابدا مفيش اي مشكله. ميرسي. عموما مش هاخد من وقتك كتير. انا الحقيقه جيت عشان عايزه اسالك سؤال واحد ممكن؟ طبعا اتفضل. انا نفسي اعرف ايه سبب الموقف الغريب اللي انت واخداه مني ده، مع اننا ما نعرفش بعض يعني. اقصد يعني مفيش اي معرفه شخصيه. ادي قلتيها، مفيش اي معرفه شخصيه. يعني ايه؟ يعني مفيش ولا موقف ولا حاجه. لا الحقيقه في موقف، وموقف من اول لحظه اتقابلنا فيها، من يوم ما اتقابلنا على باب شقه المستشار غني وفي الاسانسير كمان. طريقتك في الكلام، نظراتك ليا، كل حاجه خليتني احس انك واخده موقف. انا الحقيقه استغربت لانه المفروض المقابله بينا كانت تبقى حاجه تانية خالص، على الاقل عشان الصله القويه اللي بين بابايا وجوزك. هي ايه بقى الصله دي؟ الصداقه بس. ايه بس يعني؟ ما علينا، في حاجه تانية عايزه تقوليها؟ طبعا في. معلش ما تزعليش مني، يعني انا صريحه شويه. انا فكرت يعني ممكن يكون ايه سبب الموقف ده، فقلت هي حاجه من اتنين، يا اما نوع من التعالي عليا، او في سبب تاني انا معرفوش. الحقيقه استبعدت السبب الاولاني، يعني برضان يعني هيكون ايه السبب للتعالي عليا؟ مفيش ما يدعو اعتقد. يبقى اكيد في حاجه انا معرفهاش، وخصوصا بقى بعد ما طلبت انهم يستبعدوني من اللجنه، وبطريقه الحقيقه ما كانتش لطيفه. انا متاسفه جدا على الطريقه اللي انا اعترضت بيها على وجودك في اللجنه، انا بعترف ان انا غلطانه. طب انا عايزه اعرف السبب. حتى لو في سبب، انت عايزه تعرفي ليه؟ يا سلام، الحقيقه ده سؤال غريب قوي يا ملمع. بصي هو لا غريب ولا حاجه. يبقى غريب لو احنا اساسا صحاب، بس انت قلتيها، احنا حتى ما نعرفش بعض. يعني مش عايزه تقولي لي السبب. دي حاجه ما تهمنيش. اوكي خلاص، يعني هو مش صعب عليا قوي ان انا اخمن السبب. هو ايه بقى؟ كدك ده، انا راجل عفش. انت راجل عفش؟ امال مين الراجل الزين؟ انت هتقولك ده عشان انت صاحبي. لا، اتدلى البلد واسأل اي واحد هيقول لك كده. يمكن يقول كده برضه، بس هيكون عشان هو خايف منك. لا، شهادة حق. طب لما هو كده غمي عليها ليه؟ وقعت من طولها لما عرفت ان انا متكلم عليها. جلع بنته. لا، ما انا كنت فاكر كده في الاول، وكان ده عجبني فيه، لكن بعد اللي وعيت له منيه اقول دي كراهه. كرهت ايه يا راجل؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام. امال اقول ايه بس؟ ده حتى البنت بتفرح لما يكون في حد عاوزها، حتى ما كانش ليها غرض. انا اقول لك يمكن غمي عليها من الفرحه. يعني اعمل فيك ايه انا دلوقتي؟ اكسر راسك ولا اقتلك ولا اسوي ايه؟ لا، ما في ناس بيحصل لهم كده برضك، وفي ناس زيك برضك غباوتهم بتودرهم. خلاص اديني سكت. يبقى براكلك. يكونش الواد اللي انا وعيت له واقف معاها ده؟ لازم نعشقها وعشقها. كان باين عليهم في قعدتهم والضحك والزغرن ذي. حقا لو الكلام ده صح ما يشفيش غليلي فيهم الا ان انحرهم نحر زي الدبايح.
انا مش جاي لك تعرف لي الواد ده واد مين. ها انطق، ما حد يتي بيزعلك يا مكسد خش مقص. انا عارف غيطهم فين، وهروح بذات نفسي ادور عليه وهجيبه. منقوع السم اللي كنت بتجيبه ده لسه فيه؟ ايوه. غش غورة لفاه. خد وخر. زعله عفش قوي، بس يا رحمن يا رحيم على الواد اللي عيقول عليه ده. ايه خلاص على كده؟ الحمد لله. يستاهل الحمد، دي مش واكلتك يا ولدي. زود انت شقيان طول النهار. يعني اكل غصب يما؟ وغصب ليه؟ ما بيقول لك اني شبعان. لازم نكل قبل ما يجي. هو كل يعتبر كده؟ طب مش كنت تقولولي بدل ما اقعد طول النهار قدام الفرن اخبز واعجن واحمر وفي الاخر اشيل الواكل زي ما هو؟ انا ما اكلتش يما ولا حاجه. ما ابوك اللي بيقول. انا قلت انه كل. امال قلت ايه؟ قلت يعتبر انه كل. يعني ايه يا بوي؟ يا بوي بزياداك الحديد ده. خلاص سكت. ها سكت ايه؟ انا لازم اعرف. اقول لها انت هتشاوروا عدو انا اياك. اها سامع. اصله يا ست النهارده قبل حبيبه القلب. مين؟ حسن؟ هو لا وين. قعدوا يتحدثوا ويضحكوا ونسيوا الدنيا كلها من حواليهم. ايه عشان نقديه؟ امال ايه، ما هي الفرحه بتغلب الجوع. يعني في الفرحه نفسه تتسد وفي القلق تتسد، امال الميته بتتفتح. اهو قدامك اهو، ساليه مش ولدك. ايه مالكم؟ في ايه؟ مفيش يا بابا سلامتك. مفيش كيف، كل واحده منكم بوسها شبرين. انا شبعت على اذنك. احسن، مع السلامه. والله عال انا بتعشى معاكم عشان نفتح نسك بعض، لكن اذا كان جو العشاء يبقى كده يبقى خلاص من هنا ورايح كل واحد ياكل واحد. ليه بس يا بابا؟ ما انا كويسه وباكل اهو. هي مش مساله اكل. امال مساله ايه يعني؟ بصي لنفسك وانت تعرفي، من ساعه ما جيتي من بره وانت كانك اتضربتي عالجه. كنت فين؟ كنت عند مرات صاحبك مروة. مروة قلب؟ وإيش عرضك بيه؟ أنا قلت لحضرتك قبل كده. أنت قلتي لي إنك عرفتيها كده صدفة. كنت بتعمل إيه عندها؟ كنت عايز أعرف هي واخدة مني موقف ليه؟ هي واخدة منك موقف؟ اه طبعا، من اول مره قابلتها فيها في العزا بتاع المستشار غنيم كنت عايزه اعرف ايه السبب. قالت لك عليه؟ ما كانتش محتاجه تقول لي. تقول لك ايه؟ ان حضرتك السبب. ايه يا بابا خد بالك. خير خير. يلا يلا سيب سيب، مش هنضفها لساعتك اصلا. بعدين بعدين غور سخنه غور. قالت انا السبب؟ مش هي دلوقتي زعلانه مع جوزها وقاعده ببيت اهلها؟ هي طبعا متصوره ان حضرتك اللي بتحرضوا عليها. ليه كده يا بابا بس؟ ليه ايه؟ انت مش هتبطل التخاريف بتاعتك دي؟ معاكي انت يا معاكي. نظف الدلك ده. Thank you.
اهدى يا شاهين. اهدى كيف؟ وانا مهدد افقد اعتباري قدام بناتي وخصوصا رجعية. وتفقده ليه يعني؟ زي ما انت فقدته قدام مراتك. انا واجهتها بغلطها. واقتنعت؟ اكيد اقتنعت. وانا مش مستعد ادخل في التجربة دي. طب وانا اعمل ايه يعني؟ زي ما غلطت تصلح غلطتك. انا غلطت؟ ايوه. مش انت اللي كشفت سر تجارتنا قدام مراتك؟ فهي اخذت موقف من بنتي واكيد فاكره انها عارفه وداخله معانا في التجاره دي. مروه ما قالتلاش حاجه. واعرف منين؟ واوعى تقول لي انك عارف اخلاق مراتك كويس. الدكتوره رؤية هي اللي فهمت الموقف ده بشكل تاني. واعرف منين اذا كان ده صح ولا لا؟ مش يمكن محرجه مني؟ وحتى لو كان صح مين يضمن انه يستمر؟ مش يمكن الحاح بنتي تخلي مراتك تكشف المسطور؟ انت عايز ايه مني بالظبط؟ تعرف جلت لها ايه بالظبط وتحزنها. اوكي. دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، بكره. ومش دلوقتي ليه؟ لانهم نايمين وانا مش عايز ازعجهم. من هنا للصبح مش مشكله يا شاهين. خلاص، وانا بكره من الفجر هكون عندك. يعني لحقتوا عشان تتحسدوا؟ نتحسد؟ على ايه؟ هي قصدها انا اتحسدت عليكي مش انتي. لا يا سعاده البيه، وهي كمان. انا كده بس في عينيك انتي يا سعده؟ في عينين الناس كلها يا سعاده البيه. نقطينا بقى بسكاتك كده. حاضر، انا هخرج عشان اسيبكوا تتصالحوا. تعالي هنا. مين هينام الهدوم؟ انا طبعا. انا بديك الساعه لما اخدمك بعناية يا ست هانم. شفتي بقى والنبي ما تزعلها. انا اقدر ازعلها يا سعده. اصل انت الدنيا وما فيها. يوم يوم.
اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل. دخلي بس شوي. زعلتي من الكلام العبيط اللي قالته لك دينا؟ هي اسمها دينا؟ طب بس قولي لي مستنيه ان واحده زي دي غيرانه منك؟ يعني كلامها مش صح؟ طبعا مش صح. عرفت كم واحده قبلي؟ ولا واحده. ولا حتى هي؟ ولا حتى هي. نفسي اصدقك. نفسي اكذب اللي انا شفته بعينيا. ساعات بحس اني بعمل كده علشان انا عايزه اصدقك. عايزك تفتكر الكلام اللي قلته لك اول ما شفتك، الحاجات اللي انا ما بحبهاش، فاكرهم؟ طبعا فاكرهم كلهم. مش عارفه احلفك بيه يا عبيط. حلفيني بيك. طبعا وحياتي يا عادل، اوعى تغشني، اوعى تكذب عليا. انا شفت من الدنيا اذية كتير قوي يا عادل، مش هستحمل اكتر من كده. عايزك تحدد موقفك من ناحيتي. احنا لسه على البر. افتكري. افتكري ايه؟ ان احنا لسه على البر. عندك حق. طبعا من حقك يا مدام نبراوي من غير ما تسألي. هو الحساب صحيح باسم نيازي بيه، لكن هو من زمان عامل لك توكيل. يبقى خلاص اوكي. قلت لي حضرتك المبلغ كام؟ 300,000 جنيه. وهيتربط وديعة باسم مين؟ باسم المرحوم المستشار غنيم أبو منصور. المرحوم؟ آه. أصل أنا في الحقيقة عايزة أخصص جزء من ريع الوديعة دي كجائزة سنوية للمتفوقين في كلية الحقوق باسمه الله يرحمه، والباقي يبقى مساعدة مادية للمحتاج منهم. آه. هنعمل إيه بقى؟ أفتكر إن إحنا نعمل الوديعة باسم كلية الحقوق كشخص معنوي، وحضرتك تعملي لها الشروط اللي انت عايزاها زي ما تشوف حضرتك. وافتكر كمان لازم نبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي. ما تقلقيش، احنا هنختارهم بالنيابة عنك. بس احنا الحقيقة كبنك محتاجين شخص او اكتر يكون ليهم حق الصرف والتوقيع على الشيكات. دي مش مشكلة، سيادة العميد بيحضر لجنة لده دلوقتي. عظيم، يبقى مفيش مشاكل، يقولنا واحنا ناخد نماذج التوقيع بتاعهم. استاذ رفيق ارجوك تجيلي حالا دلوقتي. الحقيقه يا مدام نبراوي في سؤال اخير ممكن؟ اه طبعا اتفضل. من غير احراج لحضرتك. من غير احراج لحضرتي ومن غير مقدمات من حضرتك. نيازي بيه عنده خبر؟ ده ياثر في حاجه؟ اطلاقا. احنا بناخد تعليمات صاحب الحساب او الوكيل عنه. يبقى خلاص، يتهيألي السؤال ده ملوش محل يا نظمي بيه. عند حضرتك حق. اطلبها دلوقتي. حاضر، بس نشرب القهوه. انا مش جاي اشرب قهوه ولا شاي يا اخي. جري يا عمو، الدنيا ما تهددش. لا اتهدد. بالليل تقول لي هكلمهم بكره الصبح، بيناموا بدري. ادينا الصبح، ايه بيصحوا اخري؟
مش مراتك يا اخي تقدر تكلمها في اي وقت. ايوه لكن انا مش عايز اكبر الموضوع. ليه؟ عشان ما اكدش الفكره في دماغها ان احنا بنعمل بيزنس قذر ممكن بنخجل منه. امال هتكلمها امتى ونعرف؟ مساله وقت. اصبر يا صبر ايوب. ايوه يا صاحبي وصليني بيه من فضلك. نظمي مدير البنك. اي نظمي بيه. صباح الفل. كده مفيش مشاكل. اديها اللي هي عايزاه. طبعا امال انا اعمل لها توكيل ليه؟ وعموما اشكرك. شكرا جزيلا. مع الف سلامه. ايه في حاجة؟ الظاهر ان عندك حق. ده انا مش لازم اطلبها، ده انا لازم اشوفها وبسرعة. لازم اعرف ايه اللي بيحصل ده بالظبط. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا بمروه هاني. انا بزعج؟ لا ابدا اتفضل. ميرسي. سوري ثانيه واحده. ايه يا نيازي؟ حاضر هقابلك كمان ساعه في النادي. مع السلامه. تحت امرك يا مروه هاني. هو انا بصراحه بعد زيارتك ليا امبارح حسيت ان انا غلطانه في الموقف اللي انا واخداه ده، وقررت اجي اتكلم معاكي. طب الحمد لله. شفتي بقى؟ بس انا عارفه بابا طيب قوي، حتى لو بان للناس انه غير كده. يا ستي انا مش جايه اتكلم معاكي في الموضوع ده، انا حاسه ان احنا ممكن نبقى اصحاب، ولا انت ايه رايك؟ انا يشرفني طبعا. ميرسي. وانا كمان يشرفني انك تبقي في اللجنه بتاعه المرحوم المستشار غنيم. والله؟ ايه رايك؟ الخبر هايل جدا. اقولك على حاجه وما تستغربيش. اتفضلي. انا لما لقيتك واخده مني موقف يعني في الاول ما اهتمتش وما كنتش ناوي اهتم كمان، لما عرفت بقى انك استبعتيني من اللجنة هو ده اللي خلاني اجيلك لحد عندك، وكنت هطلبها منك. بالدرجة دي؟ طبعا. الله يرحمه كان عزيز عليا قوي. اولا لانه استاذي ودي رابطة اعتقد انها اقوى من اي رابطة تانية. بعدين حادثة موته البشعة دي مع الاسف حصلت بعد ما كان معايا بدقايق. يعني انا مش عايزه افتكر بقى. ولا انا عايزه افكرك. المهم ان انا فاهماكي. انت بتحبي نطلع للعميد؟ يا ريت. ولو فاضيه بعد كده يا ريت تيجي معايا البنك ناخد نموذج توقيعك. ممكن؟ مفيش مانع. يلا يلا اتفضل. الحمد لله خفيتي وبقيتي حلوه. الله اكبر. حلوة؟ بأمارة ايه؟ بأمارة وشك المورد دي؟ قومي يا بنتي، قومي رشي جسمك بشوية مية دافية، قوم تنشطي واطلعي برا في الجنينة، اقعدي مع الورد. انتي مش بتحبي الورد؟ لا ما جايماش. امال هتقعدي كده لحد ميتة؟ طيب لحد ما موت. استغفر الله العظيم، ليه كده يا بنتي؟ ليه بتعملي في نفسك كده؟ انت عايزه مني ايه؟ عاوزاكي ما تعمليش في نفسك كده، وما تفوليش على روحك بالحديد الماسخ ده. ليه؟ عشان بقول اموت يعني؟ طب ما ده احسن لي. امال اعيش ليه؟ عشان ابقى مراتي اللي ما يتسمى ده؟ والله لما بتمنى الموت عشان كده، لان العيشه معها لو ربنا قسمها هتبقى هي والموت واحد. انا حزني كله في ان اللي هيسلمني ليها هو اللي انت طول عمرك بتقولي ان احنا عايشين في حماه، واللي انا طول عمري فكري فيها ان ربنا فوق وهو تحت. ايوه الموت عندي اهون من ان اتاكد ان احنا عنديه زي البهايم. يا يخلينا عنديه طول ما احنا بنخدمه،
يا يبيعنا لأي حد حيقضي له مصلحة. لقوا بعتنا دي كمان تبقى من غير علمنا. ده احنا حتى ما حصلناش البهايم. أجلوا البهايم بتتباع بتمن، لكن احنا تمنا ايه؟ والله المتعة دي أهون من إن أصدم فيك دي. يا حزنك المحوش يا سكينة، أروح فين وأجي منين بس يا ربي؟ كده مهمتي انتهت، انتوا مسؤولين عن التصرف في فلوس الوديعة. ربنا يقدرنا، والله ده كرم كبير منك قوي يا مدام مروة. لا ابدا ده اقل واجب. طب اقدر اسال حضرتك سؤال؟ اه طب اتفضل. انت ليه بتعملي كده؟ يعني انا بيتهيألي انه عامل الخير مش محتاج اسباب. والله معاكي حق فعلا. طب اتفضلي يا دكتوره رؤية اوصلك معايا بعربيتي. اصلي انت ما جيتيش بعربيتك يعني؟ لا 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 ما تقلقش انا هوصلها، حضرتك ما تعطلش نفسك، اتفضل. كده؟ اوكي. سلام عليكم. وعليكم السلام. عايز افهم بقى بعد ما سيادتك ضيعتي مني التوصيل هيبقى مصيري ايه؟ طبعا هاخد تاكسي. لا 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 طبعا تاكسي هوصلك، بس هتيجي معايا النادي اشوف نيازي دقايق وبعدين انا تحت امرك. بتضحكي على ايه بقى؟ عشان هقابله في النادي؟ لا بقول لك ايه، انا ماليش دعوه باي حاجه بينك وبين جوزك، وانت عارفه ليه. احنا قلنا ننسى الموضوع ده، يلا بينا بقى. يلا بينا ايه؟ طب انت رايحه تقابلي جوزك، انا بقى هروح النادي اعمل ايه؟ يا ستي هشوفه خمس دقايق، انا عارفه هو عايزني في ايه. لا 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 ولو ولو ايه، هيسيبني لوحدي يرضيكي يعني؟ وبعدين تامر معاد خروج من المدرسه لسه بدري عليه، نقعد سوا شويه. اخ يعني امري لله. اوكي يلا. يلا خير، اللهم اجعله خير. واعي من ده يا مديح؟ مين؟ ده شنديد ابو الدرديري، ده ما تعرفوش؟ لا اسمع عني، هو ده على كده؟ لكن ماله واقف كده ليه؟ وعاوز ايه منينه؟ اتفضل اتفضل يا ابو الدرديري. واه ده انت عارفنا. ها امال ايه، هو في حد في الجهه ما يعرفكش برضك؟ طب الحمد لله، ده انت كده تبقى قصرت عليا سكه الحديد. حديد حديد ايه؟ انا تحت امرك. ده ولدك ده؟ ايوه مديح. وانت تبقى مين في الاساس؟ محسوبك عرف النواوي. وغيط مين ده يا عرف؟ ده غيطنا. ده انتوا ناس زينة على كده. الله يكرم اصلك. خد يا واد ابو قصه هنا انت يا واد. كلم الرئيس شنديد يا مديح، ده زي اخوك الكبير برضك. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ ده انت كانك يا واد مش طري وبس، لا ده انت شايف نفسك كمان على كده. لا 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 كيف ده؟ وهو حتى لو كان شايف نفسه هيبقى عليك. ما انا برضك بقول. طب ما الاحسن تقول عاوز ايه على طول وتخلص. وماله؟ مختصر مفيدك ده عايزك يا واد تشتري نفسك وتبطل تلف وتدور وتغوي في بنتة الناس. بنتة ناس؟ بنتة ناس مين دي؟ معرفش مين؟ لا معرفش. اللي كنت واقف معاها ديك النهار هنا قاعدين تضحك وتتسهوكوا قدام ابوك ده يا اخي وقر شبته. ايوه 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 ايوه، اذا كنت تقصد حسن بنت المرحوم عويضه فاحنا متكلمين عليها. مت ايه يا اخوي؟ استنى انت يا ابوي الله يرضى عنك، وانت صالحه كيف حاجه زي دي؟ قصده يعني؟ لا انا خابر قصده. اسمع يا واد يا مسبسه بنتي، انا عايزك تتعلم من ابوك ده كيف تتكلم مع شنديد ابو الدرديري، وهفوتها لك المره دي بس عشان خاطر شبته. تاني هام انا بقولها لك ايه وباكدها عليك، مالكش صالح بالبيت دي وابعد عنيها، حتى لو كنت متكلم عليها ولا جاري فتحتها ولا كمان كاتب عليها. واه في شرع مين ده؟ في شرعي انا. ليه؟ هو حكم جراجوش ولا ايه؟
لا وانت الصادق اللوعر منيه حكم شنديد. طيب بس نفهم ايه الحكاية يا ابو الدرديري؟ لا تفهم لا حكاية ولا رواية، هو كده. وما كنتش يا واد عارف ايه اللي بيحصل للي يعصى شنديد؟ خلي ابوك يقولك ولا حتى جرب وعصاني. بالسلامة لحد دلوق. خينا غصب عني والله، ده انا ما بقاليش كتير. كتير ولا قليل؟ ازاي تقعدي الفتره دي كلها بره مصر واول ما تيجي ما تتصليش بيا؟ والله يا دوب على ما رتبت نفسي بس وخدت نفسي كده شويه. انت عارفه بقى الدوشه من الجامعه لهنا مصر للبلد، يعني دوامه. المهم ان انت كنت وحشاني جدا والله، كنت في بالي يعني كنت ناويه اكلمك النهارده بالتحديد. تصدقي بقى كنت وناويه؟ اصل الاعمال بالنيات. اخس عليك اخس. معلش لا مؤاخذة يا فندم، اصلها غيظاني قوي. سوري انا نسيت اعرفكم ببعض. لا عادي، ما انت بتنسي حاجات كتير، سيب المهمة دي عليا. بهيجة السحرتي. اهلا بيك. صحفية قد الدنيا، وصاحبتي بقى وزملاء من الحضانة لحد الجامعة، وصاحبتي الوحيدة كمان. سابقا طبعا. سابقا؟ لا، وحاليا ولاحقا وبرضاكي او غصب عنك. خليكي كده، انت عايشة في الوهم يا رؤية. نسيت اقدم لك مروه هانم الصناديلي، حرم نيازي بينا براوي. ودي هانم بقى بجد، ها مش هزار يعني، يعني خدي بالك من كلامك قدامها، فهماني؟ اهلا وسهلا. يا ستي الحمد لله لقيتي صاحبتك، ضميري مستريح. هسيبك 10 دقايق اروح اقابل اللي بالي بالك وارجع على طول. اوكي اوكي. لا ما تسيبنيش معانا، مش طايقاه. هم 10 دقايق استحمليها بقى. يلا باي. باي. ازيك يا رؤية؟ ازيك انت؟ انما قولي لي مين اللي راح تقابله اللي بالها بالك دي؟ الجو بتاعها، انت مش قلتي لي ان هي متجوزه؟ يا بنتي الجو بتاعها ايه؟ ما هي راحت قابل جوزها. هو جوزها دلوقتي بقى اسمه اللي بالها بالك؟ بطلي لماضه. اللي يعيش يا ما يشوف. اقعدي اقعدي، ده انت على قد ما انت وحشاني على قد ما انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. انت زعلان ان انا سحبت الفلوس ولا زعلان من التصرف نفسه؟ اموالي كلها بتاعتك وتحت امرك يا مروه، وانت عارفه كده. وبرغم انك بعيده عني وسايباني، لكن ده ما غيرش حاجه من تفكيري، والا كنت بمنتهى السهوله الغي التوكيل اللي عامله لك في الحساب. مش كفايه بقى وترجعي لحضني؟ امال بتسالني على اللي عملته ليه؟ لان عايز اعرف بتعملي كده ليه. عموما لو مش عايزه تقولي بلاش، مش هضغط عليكي. بص يا نيازي، انت من حقك تعرف انا بعمل كده عشان تامر. انا من حقي اخاف على ابني من المال الحرام. انا عارفه طبعا ان كلامي هيزعلك. يقلقني؟ قصدك يقلقني؟ يقلقك ليه؟ لانه مبدا خطير. برضه خطير ليه؟ مبني على معلومات غلط حاولت اشيلها من دماغك لكن ما قدرتش. انت كده ممكن تفتحي باب يودينا. ايه خايفه ان اضيع الفلوس كلها؟ ما تخافش، المرة الجاية لما أعمل حاجة زي دي هبقى أقول لك الأول. يعني في مرة تانية؟ Who knows؟ يمكن. أنا عملت كده المرة دي يا نيازي عشان لا الوقت ولا الظروف كانت تسمح إن أنا أقول لك. وقت إيه وظروف إيه؟ أولاً كارثة موت المستشار الله يرحمه، ومسلسل الدم اللي هيبتدي طبعاً بالسلاح اللي أنت هتوفره لهم. مش عرفك إن هم هيستمروا في المسلسل ده؟
مش عايزه نباهة. انا روحت احاول اعزي، لقيت واحد من اهله موجودين رافض العزا في البيت. ثانيا مقابلتي بالصدفه لبنت شريك، لما روحت اعزي المستشار غنيم لقيتها هناك، وطبعا افتكرتها عارفه على نشاط ابوها. طلعت غلطانه، كل ده مش سبب كافي اللي انا عملته. الدكتوره رؤية جات لك البيت؟ عرفت منين؟ مش مهم. باباها طبعا. اه هي جت البيت، وكمان جت معايا النادي هنا النهارده. ليه؟ ايه اللي ليه؟ صاحبتي. ما تقلقش مش هقول لها اي حاجه عن موضوع اياكم. انا متاكد. السلام ورحمة الله وبركاته. لما أقوم أسخن لك الغداء. لا لا لا، أنا اتغديت الحمد لله يا حاج. وبعدين مين اللي سخن ويحضر لمين يا حاج؟ يا واد يا واد يا العقبال، أنت يعني هي أول مرة؟ يا حاج ما أنت اللي كل مرة تسبقني. في إيه يا حاج؟ مالك؟ آخرتها يا عمر. آخرتها خير إن شاء الله يا حاج. أتمنى من ربنا يا ولد. انا مش عارف انت ايه اللي قلقك منها قوي كده يا حاج. انا مالاش قلقان منيها يا ولدي، مش قلقان منيها، انا قلقان عليك انت. انا شايف ان كل يوم اللي بينكم عم يزيد وبيكبر، وده برضو يقلقك يا حاج. جاوي يا عمر. يا حاج ده انت بالمفروض تفرح لي، مش تقلق عليا. دي تميمه، دي ملاك من السما. اكيد يا ولدي. طب امال ايه يا حاج بقى؟ انا قلت لك قبل كده يا ولدي ان انا عارف ابوها زين. صحيح انا ما اعرفوش معرفه شخصيه يعني، لكن اعرف باعتباري ان انا في الاصل من هناك، وهو كمان عارف عيلتنا زين، وعارف قوي انها عيله فقيره وبسيطه وعلى قد حالها. صحيح هي عيله كبيره لكن فقيره. أكبر ما فيهم يا ولدي ما يملكش 10 فدنة على بعضيهم، متعلمين اللي فيهم إن وصلوا حتى المراكز كبيرة ما يذكروش، لكن هو ربنا يزيدهم. أبا عن جد عيلة ليها مركزها. أنا عارف زين يا ولدي اللي زيهم بيبصوا للي زينا إزاي وبيفكروا فينا كيف. صحيح ربنا بارك لي فيك وبقيت دبلوماسي قد الدنيا، بس الدنيا يا ولدي فيها القرش، القرش وبس. عشان كده اخاف عليك من خيبة الامل، واخاف على كرامتك لو حد جرحها بعدم الموافقة. ما تخافش يا حاج، ما تخافش على كرامتي. انت عارف انا بحافظ على كرامتي قد ايه، وشوف انا بحب تميمه قد ايه وما اقدرش استغنى عنها. انما لو حبها ده اتعارض مع كرامتي هبقى كرامتي قبل اي حاجه. والد ابوك يا عمر، والد ابوك. ومن ناحيه خيبه الامل فاطمن، تميمه قالت لي ان اختها الكبيره لها تاثير كبير قوي على ابوها. يعني باختصار يا حاج، مش هنقابله حضرتك وانا الا لما نكون ضامنين ان في موافقه مبدئيه على موضوعنا. اطمنت يا حاج؟ يا ريت يا ولد. أنا إذا كنت أخاف عليك جرات من عدم الموافقة، أخاف عليك 24 لو وافق. ليه بس يا حاج؟ يا ولدي أنا إنسان بسيط ومسالم، هربت بيك زمان وأنت لسه لحمة حمرا صغيرة، أنت وأمك هملت البلد، دليت مصر، وبعدت عن مسلسل الدم اللي هناك في بلدنا ما بين عيلتنا وعيلة أبو منصور. كنت منصب بسيط على قد حالي، عملت كل ما بوسعي عشان أشوفك راجل ملو هدومك، دبلوماسي قد الدنيا، أفخر بيك قدام الناس. ليه يا ولدي ليه؟ ليه عاوز ترجع بينا تاني؟ ليه عاوز تبقى صيدة سهلة وبسيطة لعيلة أبو منصور؟ ليه؟
ما قدامك بنات الدنيا بحالها تختار اللي انت عاوزه والف من يتمنى. هو انا في سوق بناء يا حاج؟ يا ابو عمر دي احاسيس ومشاعر. وبعدين مين قال ان جوازي بتميمه معناها ان احنا نرجع البلد هناك؟ معلوم يا ولدي، على الاقل هتفكرهم بينا ولا ما صدقت انهم نسيونا. ازاي بس يا ابو عمر؟ اذا كان شاهين بيزت نفسه عايش في القاهره وتميمه واختها ما بيروحوش البلد تقريبا، ده غير ان بلدهم غير بلدنا اصلا. بس الناحيه واحده، الناحيه واحده، وجوازتك هتشيع هناك. هو شاهين بيه اي حد مال لما جواز بنته تستخبى؟ اطمن يا ابو عمر، انا هطلب نقل لسفاره بره، وبعدين كده ولا كده انا عليا الدور في النقل. ربنا يسترها يا ولدي، استرها معاك ربنا. ودعي لي كمان ان تميمة تبقى من اسمتي ونصيبي. معاك ربنا. هو صح دلوقتي الدم سخن، لكن برضك الحكومة لسه مفتحة عينيها. وهي يعني هتغمضها؟ لا بس بقول يعني هتغفلها عنينا شوية لما الحادثة تبرد. هو طبعا كده. وكمان فيه سبب تاني. هو احنا لسه لما نرسو على اللي يستاهل اننا ناخدوه جسد المرحوم المستشار من الحمايدة، لا مش هنلقى. معاك حق والله. ده الحمايدة كلهم لو وزنتهم ما يطلعوش كد سواجه ولا غفيره اللي راحوا دول. الله يرحم الجميع عاد. اهو قالك، وعشان كده انا حلفت انه مش هيكفينا منهم اقل من 10. ده غير اللي هيبقى قصاد الغفير والسواق والعربيه. وانا نمرت عليهم من دلوقت. والحد ميته طيب؟ بالهداوه، كل شيء باوان يا فيصل. احنا مستعجلين ليه؟ سلاحنا وتحت يدنا والبركه في البيع. شاهين بيه هو دندراوي مش شيعر؟ شيعر. خلاص، ولو اني يعني كان يبقى احسن لو كنت دفعت له حقه وخليته عندي في السرايا. ليه طيب؟ هناك امن. عشان الحصانه يعني؟ اهو يبقى قريب مننا، ووقت ما نعوزه ونلقاه وناخده في ساعه زمن، وشاهين بيه ما يتأخرش عنينا واصل. ولا على أي حد. صح، في دي ما نقدرش نلومه، مصلحته ولا هو الراجل منينا ولا منهم. معاك حق، بس لو كنا خليناه عندي كنا هنقعدوا من غير سلاح. واحنا من غير سلاح برضه؟ مش الحكومة لمتوا منينا بعد الحادثة؟ لموه كله؟ لموا اللي قدروا عليه. لا، وانت الصادق اللي احنا سمحنا لهم بيه. برضو ما نبقاش قدام الحمايدة باللي فاضل عندينا ده. ما الحكومة كمان لمت منيهم السلاح القديم زينا، انما السلاح الجديد الشديد قوي لساك هم دسينا. ما عشان كده بقول خسارة يتمسك. فلا الله ولا فالك يا اخي، مش هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله. من جهة تانية كل اسبوع ولا اتنين والامن المركزي ياخد بعضي ويرحل، ويبقوا منينا ليهم. يكونوا ساعتها مع الوقت خدوا الامان، وما خدهوش يبقى للي يغلب. يعني انت كده بقى حركتي عندها الحادثه الصحفيه؟ اكيد طبعا، بس اللي حمسها اساسا ان المستشار غنيم كان استاذها زي ما هو كان استاذي بالظبط. وحتى لو ما كانش رايي، والله الحادثه بتاعته دي حركت ضماير الناس كلها، علشان كده انا متوقعه الموضوع الجايزه دي تبقى خبطه صحفيه ما حصلتش. بس بيني وبينك انا ما كنتش ببص للموضوع بالشكل ده، يعني انا مش مياله للنوع ده من الدعايه بهيجه. ده لو سمحتي لي اشيل الالقاب طبعا. اوكي يا مروه، اللي انا عاوزاكي بقى تعرفيه ان الموضوع ده بالنسبه لي ما هوش دعايه ابدا. امال هو ايه؟ خبطة صحفية مثيرة. انت بتبصيله من الزاوية دي بس. امال هو ليه زاوية تانية؟ طبعا. زي ايه؟ زي مثلا يا ستي انه ده عمل خيري، والمفروض انه عامل الخير يفضل في السر.
عمل خير ازاي اذا كان كلية الحقوق هي اللي هتنفذه؟ وعلشان تنفذه هتحتاج لاجراءات ادارية ولجان رسمية واجراءات بنكية. الخ الخ الخ. هي عايزة تقولك يا مروة ان الموضوع ده خلاص ما بقاش في السر من ساعة ما تقدمتي بيه لكلية الحقوق، ودي حقيقة فعلا. بعدين يا مروة انا مش عايزاكي تقلقي، لانه بصراحة يعني هو مش موضوع خير صرف. امال هو ايه بس؟ يعني هو موضوع خيري على وطني على اخلاقي كمان. شوف يا ستي، هو موضوع خيري لانك بتساعدي بيه طلبه محتاجين، وموضوع وطني لانك بتردي بيه على التخلف الهمجي لعادة الطار. ده غير بقى ان احنا خلاص ما بقاش عندنا فعلا ناس تتبرع لجوائز علميه ومنح دراسيه، الحاجات دي بتهيالي اختفت خالص من حياتنا من زمان. باللي انت عملتيه ده ممكن ناس زيك مقتدرين يعملوا نفس الشيء، والا بقى هنبطل طموح علمي. وبعدين هو كمان موضوع اخلاقي، لانه في معنى الوفاء لاستاذ عظيم احنا اتعلمنا منه. كل ده انا عملته؟ كل ده في اللي انت عملتيه، عشان كده انا فرحانه انك بقيتي صاحبتي. لا لا لا، استنوا، الحمد لله ان ربنا بعتني ليكم في الوقت المناسب، ما تنسوش دي برضه. الحمد لله. طبعا الحمد لله. كانت فرصة ما تتعوضش ان احنا نبقى لوحدنا. وحتى لو ده حصل كنت هتقول لها ايه يعني؟ مش عارف، بس على الاقل كنا قربنا من بعض شوية. كنا قربنا من بعض شوية؟ ها؟ وبعد ما تقرب يا اخوي كنا اتفهمنا؟ وما تقوليش بقى بعد ما تتفهموا هتعملوا ايه. لا يا سيدي مش هقولك، ما خلاص الفرصة راحت وخلاص. بتضحك، مبسوط قوي حضرتك. أصلها مش أول مرة تيجي قدامها وتعطل وما تعرفش تتصرف وترجع بعد كده تندم. المرة دي كانت غصب عني، مدام نبراوي هي اللي دخلت. وطرقتك. عندك حق، مع إن الكلمة يعني مش لابد شوية. بس دقيقة جدا يا دكتور، مش كده ولا إيه؟ للأسف. يلا يا سيدي ولا يهمك، الجايات أكتر من رايحات. جايات؟ هي فيها جايات تاني؟ حلني بقى على ما تجيلي فرصة تانية. ليه بس يا دكتور؟ ما هي موجودة معانا في الكلية كل يوم تقريبا، كمان انت بتشوفها في اللجنة دي اكتر. تفتكر؟ طبعا يا دكتور، بس المهم انك تعرف ازاي تتصرف، وقبل ما تعرف ازاي تتصرف تعرف انت يا دكتور رفعت عايز منها ايه بالظبط. يا نصيبتي ولدي ضناي. ايه مال ولدك ضناكي؟ هتفولي على عينيهك ده بس؟ مش بتقول ان شنجد جه قصده وهدده؟ وانت كنت تعرفيه المخفي شنجد ده يعني؟ مين اللي ما يعرفوش ولا يسمع عنيه؟ ده ما وراهوش الا الخراب منين ما يحل، زيه زي عزرائيل ما يعرفش الا قبض الارواح. طب وانت تصدق الكلام ده برضك؟ اصدقه يعني ايه؟ يعني انت تايه عن كلام الناس؟ الناس بتقول اي كلام ياما تكبر الخوف. طب اعلم في خيله يركبه ويبقى يورينك ده. سمع ولدك يا عرفه بيقول ايه؟ يعني اكشف راسي انا دلوقتي واطلع بره واصرخ بعلو حسي واقول بوه. واه يا اولاد ما تهمد يا ولي، خليني اعرف اتحدد. وانت كمان حديت ايه اللي بتقوله ده؟ حديت جنان بعيد عن السمعين. ليه امال؟ مش اهه عايز تقفله؟ ما انا قلت لكم انا لا عاوز اقفله ولا ليا صالح بيه، بس كمان ما تدساش منيه زي الحريم او اقول له امرك نافذ. سمع يا عرفه ولدك وبتقول ليه مدي؟ طب ده الحكومه بذات نفسها ما قدرتش عليه، قوم انت هتقدر. لله الامر، ما تخلينا اتكلم كلمه واحده يا مرنتي في يومك اللي مش فايد ده. اتكلم لما اسمع واشوف. يا ولدي انت ما سمعتش هو هددك بيه؟ سمعت يا ابوي. طيب ايه قولك فيه؟ ولا حاجه، اهو كلام دخل من الودن دي طلع من التاني. واه يعني ايه؟ عاوز تكمل مع البت دي اياك؟ امال يعني هرجع في كلمتي؟ سامع؟ يعني اشك خلقاتي واطلع منيه؟ ما تسكت يا مرنت امال. يا بوي ما هصل اللي جرأوا على الناس هو خوفهم مني، ما هو ما لقيش حد يقفله ساك فيه. وانت اللي عاوز تقفله على كده؟ ما انا قلت لكم انا اللي عاوز اقفله ولا ليا صالح بيه من اساسه. طب ليه وعشان ايه؟ عشان حسن دي هو اللي خلقها ما خلقش غيرها. كيف ده بس ياما؟ زي الناس، احنا لسه على البر، لا شبكنا ولا كتبنا. ياما ما فيش ياما ولا بوي. يمين بالله لو عقل بالك قال لك تعمل فيها سبع لكون مولعه بنفسي رايحه فيها قبل ما تروح انت مني. انا جاي عشان الحديث الخايب ده، ولما تروجوا نبقوا نعرف ونتكلموا كلام العقل. معاه حق، هي دي طريقه حديد برضك؟ امال اقول ايه بس يا عارف، ده الحيله.
وانت عامل لها توكيل في حسابك؟ ايوه. كله؟ ايه كله دي؟ امال نصه؟ وانا انا كنت بقول لك سيبها لما تخلص فلوسها هترجع لك غصب عنها. هتلاقيها نايمة على الخميرة كلها. ليه يا صاحبي تسلم دقنك للست؟ قلت لك قبل كده انها مش اي ست. وانا قلت لك قبل كده ان كلهن عيوشة. فرجت ايه عن كل بنات حواء؟ هتصرفت من وراك في مالك وثابتك وراحت تعيش عند ابوها. يمكن صحيح تكون اتصرفت في جزء من حسابنا من غير ما ترجعي، لكن انا مقتنع بتصرفها ده. قبل كده احتاجت فلوس، باعت شويه من مجوهراتها من غير ما تمد ايدها على حساب في البنك. وبعدين مين اللي قال انها سابتني؟ ده اختلاف وجهات النظر. وحتى لو هجرت بيتك وراحت تعيش عند ابوها، حتى لو راحت اخر الدنيا، انت يمكن ما تقدرش تفهم ده قوي لانك مجربتش الحب بجد، الحب الحقيقي بين اتنين. والله انا مش مصدق وداني في الكلام اللي بسمعه ده. بقى نياز النبراوي رجل الاعمال العالمي وصاحب العلاقات الخطره مع الناس اياها اللي بتخوف العالم كله واللي بيقف قصادهم راس براس، هو اللي يقول كده؟ لا، نياز اللي جوه شاهين هو اللي بيقول كده. انت شايف نيازي من بره، لكن صدقني يا شاهين انا برتاح لما بهرب منه لنيازي الانسان. ولولا الانسان ده ما كانش ممكن لنيازي اللي انت تعرفه يكون بالقوه دي. يمكن يكون مات من بدري. مقتنع بكلامي؟ لا، جلجان منه. ليه؟ لانك انت صح حر في مالك وتكييف حياتك بالصوره اللي انت شايفها مناسبه ليك، لان في النهايه انت اللي هتتحمل نتائجها، بس بشرط انا ما تاثرش في مالي وفي حياتي. وايه علاقه ده بحياتك انت؟ لما يبقى سري عند مرتك تبقى حياتي مهدده، ولما بنتي تبقى صاحبتها بسببك وهم رأيهم واحد في مصدر مالي تبقى برضو حياتي مهددة. اطمن، مفيش حاجة هتتغير ولا تتأثر. أنا واثق في كلامي. إيه مش واثق؟ أنا مسؤول يا أخي. أفلح إن صدق. ممكن أفهم يعني إيه ما أنتش نازلة الليلة؟ مش نازلة الليلة؟ يعني مش نازلة الليلة؟ ملهاش معنى تاني اشرحها لك بيه. لا يعني انا قصدي انك ما عملتيهاش قبل كده. يبقى يحق لي بقى اعملها مره من نفسي. ليه هو بالنفس يا ماما؟ امال بايه؟ بالعذر يا خالتي. طيب انا بقى عندي عذري. ممكن اعرف عذرك ايه بقى ان شاء الله؟ يوه، لازم اقوله لك يعني؟ لا مش لازم، براحتك. بس يعني مش خير ان شاء الله برضو؟ يا عالم بقى. يا ساتر، ده انت قلقتيني قوي كده. لا ما تقلقش، الحكايه كلها اني تعبانه شويه، لازمني راحه. لا سلامتك سلامتك، بس انا يعني شايفك كده ما شاء الله زي الفرسه قدامي اهو. هو لازم اكون سطيحه وقيع؟ لا 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 لا، بعد الشر عليكي ان شاء الله. انا العيا اللي انا فيه مش في جسمي. امال فين؟ في عقلك. ربنا يسامحك. عامل لك ايه؟ ما انا شايفك ما شاء الله كويسه اهو الحمد لله، بس بتحب تدلع عليا. يعني الدلع جه لغايه عندي وبقى حرام؟ لا ليه، هو في حد احق بيه منك؟ خلاص اهو الدلع بقى جايلي باجازه. قلت ايه؟ قلت حاضر، بس اعرف بقى الاجازه دي قد ايه كده ان شاء الله؟ معرفش. اسال مين؟ برضو معرفش. وعلى فكره انا ما احبش حد يتكلم معايا بالطريقه ديت. حاضر، ما
ما انت هتعلميني الادب يا مدام. يا هانم انا بسالك عشان اثناء غيابك اشوف واحده زهرات تحل محلك، يا اما انت شفتي لك شوفه واشوف واحده دايمه ونخلص من الشغلانه المهببه دي. ولما انا شفت شوفه تانيه مش هقول لك ليه، هخاف منك. عندك حق، عندك حق يا ماما، عندك حق. ما هو دي اخره اللي يتعامل مع العوالم. واحنا هنسافر ولا ايه؟ هسافر مش هنسافر، تفرق كتير. وهتسافر لوحدك يا جميل؟ ايوه هسافر لوحدي، وانت هتقعدي تستنيني هنا. الله، طب ليه؟ انت كمان هتقوليني ليه؟ هو انا خلاص ما اقدرش اقعد لوحدي؟ لازم كل واحد يقابلني اقول له ليه وعشان ايه والسبب ايه. قلت للزفت عايزه اجازه، قال لي ليه؟ اعصابي تعبانه وعايزه استريح. اعصابك تعبانه من ايه؟ تكونوش اشتريتوني وانا مش عارفه. بعت الشر عليك، بس واحده واحده على نفسك. هو جرى ايه ده كله؟ جرى اني زهقت، طهقت خلاص، عايزه اقعد لوحدي شويه، مش عايزه اي حد يسالني عن اي حاجه في الدنيا. فيها حاجه دي؟ فيها حاجه؟ لا ما فيهاش. انا بسك مني قلبي عليكي وخايفه عليكي يا بنتي، اصلك ما بتعرفيش تعملي حتى كوبايه الشاي لنفسك. ليه؟ عيله صغيره لسه بيبي بيرضعوها؟ لا بعد الشر عليكي، انا بس عايزه اخدمك برموش عينيا. وانا يا ستي خلاص مستغنيه عن خدماتك. طب بس بس بس، انا عارفه انك متعصبه والكلام ده مش طالع من قلبك. ما انا قلت ان دي عين، عين يا حبيبتي وصبيتك. عين؟ عين على ايه يا حسره؟ على ايه؟ بسم الله ما شاء الله، قمر 14 اهو، على اللي انت فيه الله اكبر. المال والجمال والشباب والحب مع الشاطر حسن، يبقى ناقصك ايه تاني بقى؟ ناقص حاجات كتير. ناقص اعرف الصدق من الكذب، الاخلاص من الخديعه. انا دلوقتي بس فهمت ايه سر عصبيتك والسر اللي انت عايزه تسافري لوحدك. عايزه اقعد لوحدي، عايزه ارجع لنفسي. هه؟
تقعدي لوحدك وتقعدي لنفسك؟ طب انا مش فاهمه بقى، ما تفهميني. عايزاني اقول لك ايه؟ انت متعلقه بيه ومشغوله عليه، مش كده؟ ايوه، صورته مش راضيه تفرق خيالي، مش قادره اشيله من تفكيري وحيرتي. الله، وخلاص ليه؟ والحيره ليه؟ عايزه اعرف اذا كان صادق معايا ولا بيكذب عليا. على فكره صادق يا ست الكل، صادق. وانتي بقى عرفتي ازاي؟ ايه؟ عينيه بتتكلم، عينيه بتقول، وانا شفت الصدق ده جوه عينيه. يا سلام. الله، يعني ده معلوم بقى؟ وانتي ما سمعتيش الست ام كلثوم وهي بتقول اللي يحب يبان في عينيه؟ والنبي تنقطيني بسكاتك. بقول لك ايه يا ست الكل، ما بلاش نقلبها ناكد بقى، ونسمع كلام واحدة مقروحة منك وغيرانة عشان تسرق فرحتك. انت كمان هتتكلمي زيه؟ انا بتكلم اللي خلصني من ربنا. حتى لو كان الكلام ده حقيقي، لازم برضه اقعد لوحدي، لازم اتخلص من كل تأثير ليه عليا، واخد قراري معاه بمنتهى الحرية. ليه بس تعذيب النفس ده؟ لازم لازم اعمل كده. وهتقدري؟ ايوه حاضر، ان شاء الله حاضر.